أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أولى حلقات برنامج أبشر من على قناة الأيام المباركة. هذا البرنامج سيعنى بهموم المواطن والخدمات التي من المفروض أن تقدم للمواطن، وما الذي سيحصل عليه المواطن من أجل أن يعيش في بلده مرتاح، هذا البلد العظيم، هذا العراق الذي قدم أبناؤه التضحيات والتضحيات. جاء الوقت أن يعيش العراق بطريقة تختلف عما سبق. ليش؟ لأن الوضع العام للعراق اليوم يختلف، الوضع الأمني يختلف، الوضع المالي يختلف، حتى علاقة الكتل السياسية تختلف، الخطاب اختلف. داعش اندحر بفضل المحافظات المضحية وكذلك تكاتف أبناء المحافظات الضحية، فكل الأمور تختلف. وبما أنه هذا البرنامج سيركز على هموم المواطن ويحاول بإذن الله إيجاد الحلول، يتابعها ما يتركها، يتابعها لحد ما نجد الحلول، وإن شاء الله تكون حلول رصينة وقوية وجذرية، وإلا نحن في بلد غني وهذا حالنا، بلد متطور، عقول نيرة، مثقفين، إمكانيات مهولة، ولكن أكو أخطاء تشوفوها قدام. يعني هسه هذا مثلا مرة كبيرة تفوت منها تلي ورجلها بعد ما تقدر تمشي لا سمح الله، أو طفل كذلك، ليش غير أكو متابعة له؟ على كل اليوم إحنا وين؟ اليوم إحنا في شمال بابل. ليش؟ جينا حتى نسلط الضوء على هذه المحافظة العزيزة على قلوبنا، وبنفس الوقت نعرف شنو محتاجين من خلال المناطق اللي راح نروح نصورها بعد هذا المكان. أيضا بغيت أنه نجد إلها الحلول بإذن الله تعالى، وتتزامن حلقاتنا ويا قرب الانتخابات مجالس المحافظات، وبالتالي أكيد راح نسلط الضوء على المرشحين الموجودين في هذه المحافظة، ونسألهم شنو برنامجكم الانتخابي، شنو همومكم، شو تريدون تسوون، شنو إمكانياتكم، ليش تريد تروح تصير عضو مجلس محافظة. تساؤلات كثيرة يطرحها المواطن، احنا راح نطرحها بدورنا في برنامج أبشر. خليكم ويانا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام، مجموعة من الأشخاص راح نتعرف عليهم، وبنفس الوقت نعرف احنا بالضبط وين، لأن هم أبناء المنطقة، وأريد أعرف من عندهم بالضبط المنطقة ايش محتاجة. السلام عليكم، شلونكم أغاتي، شلون الصحة؟ أهلا أستاذنا العزيز يا حبيبي، كل الهل. ممكن تعرفني بنفسك؟ أبو أمير العجاوي. أهلا وسهلا. من سكنة هاي المنطقة؟ من سكنة مشروع المسيب، محافظة بابل، محاويل. ما أعرف شلون تشوف المنطقة هاي، يعني بها خدمات زينة ما بها خدمات، شنو ملاحظاتك من خلال أنت يعني تواجدك وعيشك في هذه المنطقة؟ بالنسبة لشمال بابل، بالنسبة إحنا يلقبوننا شمال بابل، شمال بابل معدومة من الخدمات خلاص، إلا أنه بفضل الناس الخيرة. شنو معدومة من خدمة؟ جاري ما بيها؟ ما بيها لا مجاري، لا تبليط، لا كهرباء، كل هاي الخدمات يعني. أشوف أنا هنا أعمدة أستاذ حيدر، إن أمكن يعني بس شوف، ما أعرف هاي تشوفها ما ادري وزاره الكهرباء، ما ادري هاي يعني منطقيه الوايرات تكون بهالطريقه هاي، ما اعرف هذا شو وقت يحل هذا الموضوع بصراحه، مساله الكهرباء وهاي الوايرات اللي موجوده بهالشكل هذا بشكل مو صحيح حق بابا. شوف استاذ، انت بالنسبه لهذا الواقع المرير، بالنسبه لهاي الناس، هاي الناس الخيره، الناس الطيبه، الواقعنا لهذا المرير اللي انه ما شفنا لا مسؤول اجانا، لا عضو برلمان اجانا، لا رئيس الوزراء اجانا، لا اعضاء البرلمان، ماكو قدمونا فخدمات. يعني للامانه سيد رئيس الوزراء يعني ما يقدر يفتح كل المناطق، ولكن على اقل تقدير انه هو دا يشتغل الرجل، واكو حزم اصلاحيه كثيره، ودا نشوف اكو بناء على مستوى بغداد والمحافظات،
ولكن ربما لك حق انه مثلا اعضاء البرلمان اللي يمثلون مناطقكم يمثلون محافظتنا، ما شفنا احد اجانا بهاي مناطقنا واللي وصل لنا. هسه احنا شو نريد؟ نريد تفعيل دور اعضاء مجالس المحافظات. اعضاء مجالس المحافظات مجالس خدميه تخدم الناس، تخدم مناطقنا، تخدم هاي الناس هاي الشريحه الفقراء، شريحه الناس الطيبه اللي ما شفنا اي شيء من هالحكومه لحد الان. يعني انت مثلا ممكن تقول لي يعني بهاي المنطقه اكو مثلا مستوصف، مستشفى، اكو شيء؟ والله استاذ مستوصف ومستوصف ضئيل جدا، لكن اريد يعني واحد يتمرض يروح له يلبي احتياجاته، يعني وان كان قليل من العلاجات موجوده وقليل ما موجوده، لكن عندنا مستشفى اللي مستشفى بالمحاول شويه بعيد عنه. احنا تدري احنا مقبلين يوم 12 يوم 18/12 تمام، يوم 18/12 يعني الجاي ان شاء الله على انتخابات مجالس المحافظات، وبالتالي اكيد راح تصير يعني عرس انتخابي ان شاء الله. فانت تدعو المواطنين تشجعهم على انه يطلعون ينتخبون؟ والله اني بالنسبه لي اشجع الناس الخيره والناس اللي موجوده المجتمع العراقي انه يطلعون على الانتخابات، واذا ما طلع على الانتخابات ننطي فرصه للناس الخيره لهاي الطاقات اللي موجودة عندنا حالياً إنه تطلع وتفعل دورها للمجتمع على الخدمات، على الناس اللي محتاجة. هسه بالنسبة للكتب هاي أبسط شيء، مستلزمات الطلاب، دافع نفسي، عامل نفسي لهاي الطلاب. هسه حتى كتب ماكو. إحنا بالنسبة اللي متحدث أمامك بأمير العزاوي عنده 5-6 أطفال من ضمنهم بالجامعة، من ضمنهم بالإعدادية، من ضمنهم بالابتدائية، لحد الآن كتب ماكو. زين أنت سويت مين؟ اشتريت كتب؟ اشتري من برا أستاذ، من المكتبات. موجودة بالمكتبات. يعني نجيبوها أكيد. المدرسة ما تنطي، شلون بالمكتبات موجودة؟ أكيد أستاذ موجودة، لأنه لازم لها طرف يوصل ومن يبيع، يعني كذا يبيع ويوصل هذا الشيء. لكن أنت تجي هنا المدارس ما موجودة بها كل أستاذ، متوفرة بها كل الكتب. ليش المدارس الحكومية تفتقر هذا؟ إذن موجودة الكتب بس ماكو متابعة من الحكومة على مودة تغطي من وزارة التربية. طبعا وزارة التربية هي يعني ما جاي تقدم الخدمة ربما ضغط عليهم كذا هيك. اعتبر هذا الشيء يعني شيء هذا تقصير. وهذا ساد احنا بالنسبة للجانب التعليمي جانب مهم، كل بلد المفروض من الأساسيات الجانب التعليمي. الجانب التعليمي من الجوانب المهمة والمفروض الدولة تركز عليها. شنو طالب يعني؟ تدري احنا عندنا طلاب ينطونهم تحاضير كتب ما عنده، اذا هاي انا اعتبرها حرب ضد التعليم وتسقيط للتعليم. هذا والله العظيم يعني جاي يحاربون التعليم، لان انت شوف مدارس اهليه توفر كتب والمدارس الحكوميه ماكو كتاب، ماكو لا الابتدائيه ولا المتوسطات، وما جاي يقدموا لهم. احنا هنا استاذ شمال بابل من المناطق المنكوبه، طبعا انطت شهداء، هاي المناطق انطت شهداء وضحت ودافعت عن البلد، لكن بالمقابل ما خدموا هاي مناطقنا لان ما عندنا تمثيل حقيقي. تفتقر للجانب التربوي والجانب الصحي والجانب الخدمي. الجانب التربوي عندنا مدارس من 1972 اذا حضرتك تزورها وتشوفها، مدارس منتهيه وعندنا مستوصف مصغر ما يخدم منطقه يعني صغيره. لكن احنا الضمة هاي شمال بابل اكثر من 7 مناطق. الجانب الخدمي شوف انت تباوع، احنا مناطقنا يعني شوف التبليط ده، شوف ما عندنا اي جانب خدمي. التبليط هذا شوفه تلاحظه مع يعني انه هسه بالفتره الحاليه اكو حركه تبليط كلش كبيره، ما ادري ليش ما وصلتكم. استاذ احنا تمثيل ما عندنا، انا اقول لك تمثيل ما عندنا بشمال بابل. نفتقر اكو شخصيات عندنا مثل الحاج ابو سكينه، شخصيه قدمت طبعا هو بدون منصب، صار تغول هاي مناطقنا بدون منصب، قدم الله شاهد خدمات من تبليط، من شبكات كهرباء، من اسالات ماء، قدمهن كفاءة. كان يقدر يسوي اكثر من هذا بس هو ما. فاحنا انا من هذا المكان ومن هذا من المنبر منبر الشريف مال بابل مناطقها انه تتوجه لهاي الشخصيه الكفوءه على مود تنتشلنا من هذا الواقع، عسى وان يوصلنا. اسمه هو شو اسمه؟ الاستاذ حمزه جبار حربي. شنو معلوماتك عن هذا الشخص؟ والله هذا الشخص
خدم المنطقة لمدة 20 سنة، هو اللي يركض وهو الوحيد اللي يوصل خدمات للناس وهاي وبدون منصب، بس فقط علاقات اجتماعية عنده ويا المسؤولين. فهو أنا واحد من الناس البارحة جاب لي إسالة مال مي، شبكة مال مي وصلها لبيتي، وخدم الناس، سوى تبليط، سوى كهرباء، مد أعمدة مال كهرباء، مد أسلاك مال كهرباء. وياهل يجي، ياهل يجي لو جهل يجي، هو يركض وياهل ويمشي وياه. فهو وقت ملاحظة، حتى هاي مدارسنا اللي موجودة بفضل الله وجهود الحجي أبو سكينة اللي هو يركض بكل شيء بهاي مراكزنا مال. نلتقي بيه إن شاء الله، بس ردت أسألكم هذا السوق شو يسموه هذا السوق؟ سوق مشروع المسيب الكبير. نعم. هذا المن تابع أهلي لو هيك؟ لا 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 تابع للدولة. تابع للدولة. هنا أنا بس ملاحظة مشاهدين الكرام، المسؤولين يعني خاصة هنا الموجودين في بابل، يعني غير المفروض مثلا هذا السوق، تمام؟ غير المفروض يكون سوق مرتب، المحلات اللي بيه تكون كلها على نسق واحد، كبر واحد. يعني لا، متى احنا نبقى حلولنا ترقيعية، حلولنا مو منطقية، حلولنا عبارة عن يلا مشي شلون مشان، مثل ما صار بالموصل وغير محافظات أخرى، وهذا السندويش بانل اللي هو أصلا مو عملي. بالتالي أنا لما أسوي أسواق لازم المفروض أكو أشخاص بالدولة اللي هم يطلعون بهذا الموضوع من أجل أنه يقدمون خدمة عن طريق التخطيط الصحيح، التفكير الصحيح، تبليط جيد. ماكو تبليط إلى متى؟ مسألة التبليط يعني وين الصعوبة بالموضوع؟ تبليط ماكو. ليش؟ لأن هاي أطراف بالتالي تكون مهمولة. زين، مو المواطنين الموجودين هم حقهم علينا. ممكن تعرفنا بنفسك؟ حمد جبار حربي الجبوري، مرشح مجلس محافظة بابل. قد رقمك؟ 15، الرقم القائمة 143. ابشر يا عراق. كل التوفيق لك، نتمنى لك التوفيق. الأخوة هنا أنا كلهم يعني بينوا أنه أنت قدمت منجز خلال فترة ليست بالقصيرة، وهذا فشي يحسب لك يعني. بالتالي احنا نشكرك، وهذا من شيمة العراق حقيقة أنه يتحرك ضمن الإمكانيات الموجودة لكن يقدم عطاء أكبر من هاي الإمكانيات. حقيقة مثل ما تفضلوا الأخوة، أنا جزء من هاي المنطقة، ابن هاي المنطقة، عملنا جاهدين منذ عام 2003 بعد سقوط النظام ولحد 2023، 20 سنة، طينا وقتنا وطينا راحتنا لأهلنا والناسنا باعتبار مناطق معوزة فقيرة تحتاج العون، تحتاج المساعدة. عملنا جاهدين بإمكانياتنا الشخصية، والله سبحانه وتعالى وفقنا نقدم أكثر من اللي هم استلموا المناصب سواء أعضاء مجلس محافظة الدورات السابقة أو الحالية بشهودهم نفسهم، يعني هم يشهدون بهذا الشيء. فصار عندنا طموح نكمل المسيرة ويهنا ويخوتنا من خلال ترشيحنا لنكون قريبين على مصدر القرار، بالتالي نقدر نقدم لهم أكثر من اللي قدمنا. ممكن أعرف شنو الأمور أو الخدمات اللي قدرت تقدمها إلى هذه المنطقة؟ يعني على مدار هذه السنوات اللي أشرت إلها قدمنا مناطقنا مناطق ريفية تعرف جنابك خارجة عن الإطار الحدود البلدية، بالتالي تحتاج خدمات. هاي الخدمات لأن ماكو بلدية لازم أنت تروح تجاهد، تدق باب الدائرة، تروح للمحافظة. والحمد لله والشكر قدرنا يعني هاي المربع اللي إحنا بيه شمال بابل اللي تابع القضاء المحاويل منطقة مشروع المسيب، قدرنا الله قدرنا سبحانه وتعالى نقدم خدمة سواء بمجال الطرق والجسور، مجال الصحة، بمجال الكهرباء، على كافة المجالات، حتى مجالات موضوع المي. قدرنا نسوي 3 مجمعات مي، وتعرف هسه انت احنا بوضعية شحيحة المي والناس محتاجة لهذا الشيء. هسه ربما يسأل سائل يعني عذرا يعني من عندك، وانما يعني يريد يشوف كتب رسمية او مخاطبات او كذا هيك شيء موجود. احنا هاي اللي يدل الموضوع الاهم ان شاء الله، اذا الله سبحانه وتعالى مكننا ووفقنا نصل المجلس القرار ومجلس محافظة بابل، أولوياتنا الأولى برنامج عملي هو موضوع الناحية. هاي المنطقة مشتتة مقطعة إلى أجزاء، الجهة المقابلنا إذا أشوفها هاي الشارع العام يفصلها حلة بغداد. إحنا هسه هنا بهاي المنطقة تابعين أطراف المحاويل، وبالتالي ماكو خدمات، ما بيها تخصيصات مالية، ما بيها دوائر حكومية، وبالتالي نعاني مشكلة. يعني إذا تمطر الدنيا هنا نحير، نجيب لنا دنكر يسحب لنا المي،
فعملنا جاهدين من عام 2009 حصلنا قرار مجلس المحافظة بال 2012 تحويل هاي المنطقة إلى ناحية، وهاي الكتب الرسمية اللي تثبت تواريخها من بداية 2008، المخططات، الموافقات، اللجان اللي شكلها المحافظ بوقتها، فكملنا كل الإجراءات. بالتالي باقي آخر كتاب بال 2021 استحصال الرقم الإحصائي ناحية تونس اللي يضم هاي المناطق، وهدفنا نوحدها تصير بيها ناحية، تصير بيها تخصيصات، تصير بيها دوائر خدمية وفرعية. أنت من تخاطب، عذرا أستاذ، أنت من تخاطب هاي الجهات الرسمية كلها وكذا، بصفتك شنو؟ مواطن أدافع عن حقوق ربعي وناسي وأهلي بهاي المناطق. أنت خريج شنو؟ اختصاص شنو؟ وين الدوام يعني؟ التربية الرياضية جامعة بابل، المهنة معلم جامعي، بس احنا مثل ما اشرت لك بدايه اللقاء معلم جامعي كل وقتنا. يعني انت يعني المفروض تصير باي لجنه من لجان اعضاء مجالس محافظ التربيه والتعليم، باعتبار عندي معلومه وعندي خبره بهذا المجال، واعمل على انتشال الواقع التربوي من خلال وضع الحلول والمعالجات لهذا الجانب. اكو حلول لو بس مجرد كلام يعني؟ والله اعتبار انه يعني وزاره التربيه عليها ضغط كبير، انفجار سكاني كبير، عدد الطلاب هواية، بالتالي مدارسنا قليلة، وتعرف معاناة المدارس والإعداديات والثانويات كلها بحاجة إلى رحلات وإلى صفوف ومولدات وما أعرف شنو وقلوبات، ويعني كارثة. هاي القضية تتعالج من خلال برنامج، وضع برنامج إذا الله سبحانه وتعالى مكننا نكون بلجنة التربية بمجلس محافظة، من أولوياتنا وضع برنامج خاص المناطق المكتظة، المدارس اللي بيها أعداد أو دوام مزدوج، نقدر نشوف نخلي بهالبرنامج بناء مدارس بالمناطق اللي تحتاج أكو مدارس، وبالتالي نقدر ويا أخوتنا اللي الله سبحانه وتعالى راح يمكنهم نروح بهالاتجاه من أجل يعني تحقيق ما يسبو إليه المواطن. يعني أنت مو رايح عذراً، يعني عذراً منك ومن الأخوة ومن شخصك الكريم، يعني مو رايح على مدى راتب؟ لا والله مو على المدى راتب، انا من 2003 وهاي 2000 اخوتنا يدرون هسه راح يطلع على التلفزيون. هو خادم الناس بدون منصب بالدوله وبدون فلوس ومقابل، هو يركض ويا الناس ويا الصغير ويا الكبير. يعني عملنا جاهدين خدمته. لك ما ينطوك لا مخصصات بنزين ولا نثريه ولا مدري شنو الراتب. احنا عندنا هدف اسمى منه، خدمه الناس هي الشرف، هي الجاه، هي السلطه. تالي أول ما نكسب مرضات الله سبحانه وتعالى، وهاي الـ 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 القضايا المادية هاي ما مو معيار للإنسان، لا، المعيار الأخلاقي الشرعي الواجب الأخلاقي، هاي الناس راح تتمنى على صوتها، وبالتالي نكون قدر المسؤولية إن شاء الله. أنا أتمنى لك كل التوفيق. بس ملاحظة بعد، تفضل. الموضوع الثاني، موضوع إحنا تدري هاي المنطقة تعدادها 40,000، ما بيها مستشفى. تدري إحنا مرات بالليل تصير حالة واحد من اخوتنا المواطنين، اخوتنا اعزائنا، يصعد عنده ضغط. اي ما عندنا مستشفى نهائيا. مسافة 10 كيلوات يجوز يموت، لان احنا المستشفى مال المحاولة تبعد علينا 20 كيلو. بالتالي ما عندنا مستشفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا اهلا. ما عندنا مستشفى، ما عندنا طوارئ، ما عندنا حايرين. اللي يصير عندها امهاتنا خواتنا حالة ولادة نحير بيها شلون نوصلها. فهذا ملف همن عملنا جاهدين همن 2008، وهاي كل الموافقات على مستوى وزارة، أنا محصل موافقات الوزارة آخر هذا الكتاب 2009، هذا 2019 توقيع السيد الوزير هذا بالأحمر إذا أشوف أستاذ، وآخر هاي بعد هي يقول آخر كتاب قطعة أرض باعتبار المكان اللي عندنا مركز صحي. هاي منين هذا الكتاب؟ هذا صادر من مديرية بلديات بابل عن طريق مكتب السيد المحافظ، على مود ننشئ عليه مركز صحي شبيه قريب على المستشفى بيرتها الطوارئ. إلى مديرية بلدية المحاويل تخصيص قطعة أرض، نهديكم تحياتنا، نرافق لكم ربطا صورة ضوئية من كتاب ديوان محافظة بابل مكتب المحافظ العدد 6650 في 11/8/2022 ومرفقه طلب السيد حمزة جبار حربي حضرتك جنابي، من أهالي قرية تونس اللي هي هاي موجودين بها، والذي يروم فيه تخصيص قطعة أرض بمساحة 1 دونم في القرية آنفاً لغرض بناء مركز صحي وحسب هامش السيد المحافظ لاتخاذ ما يلزم وحسب الضوابط التعليمات النافذة. لطفاً المرفقات، طبعاً هذا الكتب. إذن هسه خصصت هاي الأرض إن شاء الله.
الاجراءات كملت وان شاء الله باذن الله هاي اولوياتنا باذن الله هاي على على الايام ان شاء الله من نصير بعد نصير قريبين على مصدر قرار نقدر نقدر. واحنا عملنا مو بس بهاي المكان، عملنا على امتداد اول شيء المحافظه بصوره عامه ومناطقنا شمال بابل احددها تحديدا يعني محاويل المشروع والأقضية والنواحة التابعة نكون يعني عنوان الأهلنا بخدمتهم إن شاء الله. أشكرك جدا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الكرام انتظرونا بعد الفاصل ومنطقة أخرى من بابل الحبيب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، انتقلنا إلى منطقة أخرى في بابل واللي هي اسمها جبلة، منطقة العقير شاخة 10. بالتالي هذه المنطقة مبين يعني من معالمها هي منطقة زراعية مخصصة للزراعة. وما أدري يعني حقيقة مثل ما تشوفون أكو مناطق ما مزروعة. هسه ليش ما مزروعة؟ راح نعرف من أصحاب الاختصاص من أهالي هذه المنطقة، راح يقولون لنا ليش ما زارعيها، ما بيها مي، ما عندهم سماد، ما أعرف شنو. المهم ومن خلال تواجدنا بهذا المكان نريد نسلط الضوء على واقع الزراعة بالعراق، واقع الزراعة اللي نقدر نقول عليه متردي مع الأسف في ظل أرض خصبة صالحة للزراعة، لا يوجد مي بيها، مشاكل كثيرة، اهتمام ماكو، هاي النتيجة. فخليكم ويانا مشاهدي الكرام حتى نتعرف على الأخوة الموجودين هنا بهذا المكان. السلام عليكم، شلونكم أغاتي؟ شلون الصحة؟ مرتاح إن شاء الله؟ ممكن تعرفنا بنفسك؟ الفلاح طالب عواد حلمان من أهالي العقير شاخة 10. نتشرف بك. نتشرف. بالتالي اليوم شنو هاي، ليش ما زارعين هناك؟ ما عندنا مي عمي. مي ماكو. مي ماكو، ليش نزرع؟ والسماد غالي. ومي ماكو، لو عندنا مي نزرع، ماكو مي. هذا النهر قدامك صوره شوفه يابس. هو حلالنا ميت من الجوع، حلالنا مات وبعناه نصه. وين النهر؟ وين النهر؟ هذا النهر. استاذ جعفر لطفاً ممكن تصور النهر يمك؟ الله يحفظك، يعني هسه هذا نهر، هذا منين جاي؟ نهر جاي من الشاخه، ما يجي مي. اي ماكو مي. وزين هاي صار لك قد على هالوضع هذا؟ هاي خمس سنوات صار ان احنا ما عندنا مي. ما عندنا مي. وشلون ممشين اموركم؟ شلون تزرعون؟ ممشين امورنا بالشتاء يجي قليل من المي. إيه؟ نخضر من عنده وعلى المالح نخضر. اي والله على المالح تخضيرنا. يعني شنو قصدك بالعلى المالح نخضر؟ مي مالح نخضر منه حنطه وشعير بس. وحتى الدوله بس حنطه وشعير. هذا احنا كنا ناخذ من عنده مي نخضر به بس بالتخضير. وما ينطونا مي غيره، ماكو مي تخضير، ماكو، يقول لك مي ماكو مي كذا. هسا انطونا مي بس للشرب، صوندا مال البيت وغيرها ماكو. زراعيه ماكو. هذن الخضارات اللي تشوفن على برينا مطور ابو لين. هو شنو هذا زرعته؟ هذا النجتات عندنا حوال صغار تكرم ياكلن من عندي. وغيرهن ماكو. والكبار ياكلن تبن ومي كنا ننقل بالسياره. سوى وزنه العلف علينا. أي. عم بستين. اي والله. هسه راح نجي على هذا الموضوع. ووزنه العلف بستين الف وماكو مي. ما عندنا مي، واحنا اللي حتى هذا النهر مال نفايات مال مي، مو مي يعني صالح، يعني مي مال مجاري مال منهالات، هو ذابينه بيو جانس قبيب عنده. عجيب والله، وجهه الحكومه هم عطى فوق هذا من عونه من عنده. ولا ايه ماكو مي، ما بازل نفايات مي، شلون البيبسي اسود خايس. والسنه لسه الموسم بعد ما بدا ويقولون اسمده من هسه ماكو، ينطون متميزين ما ادري شنو 20 كيلو للدونه، ما ادري شنو نسوي بين ال 20 كيلو. علاش ينطون الماء؟ انت قد تحتاج للدونه؟ الدونه ما غل شيء، هو وزنتين غل شيء، وينطون 20 شيء يسوون بها؟ 200 كيلو هو يريد الدونه من ابيض وداب 200 بس. ايش ينطونه؟ يريد ينطون 20 25، شنو 20 شنو 50 شو يسوون بهن؟ لا ينطون دا تمشي على مود هاي البضاعه اللي بالسوق واحنا ما ينطون. حجي شو تقول انت؟ استاذ احنا بالنسبه ان هنا هو اللي اذان المي. أنا عندي ثلاث هوايش، هذول الجماعة كلهم يدرون بيهن ماتن من الملوحة مالت المي، وبالتالي هسه هنا حصر جهالي عليهم شف الحليبة بالنسبة للمي.
وقعنا هنا اللي شوف احنا بزايز يعني من ناكل هنا نشكي بالمعاناة، معاناة يعني حيل ضيجة. وهل تشوف انت يعني انا قاعد اروح اسبح بالجسم مي المالح، الصابون يظل على راسي لاطش من قد الملوحة مالته، اكثر من هاي ماكو، وذولا كلهم يشهدوا لي. اي نعم يا حجي، عرفنا بنفسك. الله يكرمك. الفلاح شاكر عواد، نشرف بك. احنا الواقع الزراعي احنا بمنطقتنا مزري الى درجه عمي، تعبانين جدا، لا مي اكو، لا رساله مي اكو. اللي يريد هسه يريد شرب بطلنا الزراعه، مي يريد شرب ماكو، عندنا نجيبون شرب. جاي نقول قال الله وكيلك مشترى الشرب نشتري مشترعنا. عارو؟ اي والله هي من هذا العارو سياراتنا والنهار كله نقول والله وكيلك ولدنا عافتنا ومشت تشتغل عمال. يعني هو هذا اللي يسبب انه الفلاح يترك ارضه او يبيعها او يبيعها. تمام، راح نهاجر الله وكيلك الا ظلنا راح نهاجر من هاي المنطقه نهائيا. بالنسبه للفلاح امورنا تعبانه جدا ونريد يشوفونا حل. نعم، صوتنا استاذ، صوتنا ما حد جاي وصل لنا اياه، صوتنا من هاي المرشحين الجاي يسوون مرشحين. نريد واحد بالزراعه خاص، واحد زراعي خاص يوصل صوتنا، يوصل صوتنا للنواب والغيرها. هذن الزراعات واحد يوصل لنا صوتنا، هذن اللي تشوفن على مي مالح برينا يسمونها. خاف ما تعرف استاذ. على برينا امورنا تعبانه جدا. هاي نقدر نصورها؟ هي تقدر تصور، هي تشوف وتقدر تصور. وامورنا تعبانه. وبالنسبه للسماد ماكو نهائيا، ماكو سماد، ما جاي ينطونا 20 كيلو للدونم. اكو هيك يا سيد الرئيس الوزراء يا وزير الزراعه؟ مو هيك الحكي عمي، مو هيك. يعني خير شيء نعوف الارض، نعوفها ونشيل نعوفها، نعوفها استاذ. نريد واحد الرشحه يوصل صوتنا، نريد يوصل صوتنا لرئيس الوزراء، رئيس المهندس، نريد مهندس مثل استاذ سليم يوصل صوتنا مكاننا يداعينا. استاذ سليم منو؟ استاذ سليم الربيعي المرشحنا هذا، حاليا دكتور زراعي يفتهم بالزراعة، يفتهم بالزراعة وندعمه ونريده يوصلنا. صار لنا من 2006 وياه، فادنا حقيقة بالمنتوجات الزراعية وبالمحاصيل الزراعية وبتوجيهاته، وانسان مخلص نزيه. وان شاء الله احنا داعمينه. ونريد داعمينه لانه يفهم معاناتنا. ونريد زين، شنو معاناتكم؟ شنو معاناتنا؟ الواقع الزراعي مشروع المسياو بالمحافظ بابل صفر. ما عندنا احد يوصل صوتنا وينقل معاناتنا. ما عندنا يعني احنا هسه هذا زرعنا على المي المالح، مي شرب ما عندنا. احنا هذا الصيف كله جاي نقلب سياراتنا. رسالة مال مي الوحيدة يعني هسه احنا من 2003 وهاي ب 23 رسالة مي ما عندنا لحد الان. هسه بطلنا احنا، ما نريد ولدنا كلها عمالة تشتغل، ويوم اكو واسبوع ماكو. راح نمشي مزا هاي. اي والله نسالهم في بغداد تمنين، يقول لي من جبله اللي يشتغل عماله، واللي يشتغل على ستوته، واللي يشتغل على توكتوك. اي بالله السله الغذائيه اقول لك للعراق كله مو البابل. يعني هو مشروع المسيب الكبير، لحظه بس لحظه، مشروع المسيب الكبير هو سله العراق بالمخضر والانتاج الزراعي والحنطه وكلها. بس السنة مو بس سنة، يعني انتهى المشروع. حسه الفلاح مالته ما عنده أي شيء يأكل هو نفسه، ولا كله يسوق من السوق. المستورد دمرنا المستورد، المواشي راحت انباعت، ماكو مي أكل، ماكو حتى إذا شيء تشربها تجناها مي مالحة تعمى وتموت. نعم، وهاي المزارعين كلها يعرفون هالشغله، المي المالح تعمى وتموت، الحيوانات تعمى من الهلاك والمي المالح وتموت، واضطرت الفلاح انه تبيعها وخلصت. هسه فلاح قاعد، هو شنو الفلاح؟ لا حلال ولا زرع، شنو هذا؟ مو فلاح. هسه استاذ قالوا لنا راح نجيب لكم صوندات على اساس تسوون من هاي الزراعه الحديثه التقطير. نعم، خلي ينطونا اياها، ماكو روحوا راجعوا. راجعنا سوينا معاملات ووقفوها. وين سويت المعامله من قدمتها؟ احنا بزراعتنا مال الجبله هاي وكملناها وتالش مراهن بسلطه. مدريك راجعتوا عليهم؟ راجعنا الا متنا.
والله العظيم راجعني الا مثله. يقول وقفها الوزير ما عندنا حصه ما ننطيكم. نعم. ما ننطيكم حصه ما ماكو تجارب الاسواق. يبيعون تجارب الاسواق. يبيعون من الزراعه يبيعون تجارب الاسواق مباشر. اهل المحلات تبيعهن. زين وين استاذ سليم وينه؟ السلام عليكم. شلونك استاذ سليم؟ شلون الصحه؟ يا بالجماعه معولين عليك. ان شاء الله. وبالتالي انت امام مسؤوليه كبيره. نعم. واني اللي افتهمته انت مرشح. نعم. كهاي الانتخابات حتى تصير عضو مجلس محافظه بابل. ان شاء الله. فما اعرف يعني انت دا تسمع اللي دا يقولوه. نعم. مي ماكو، سماد ماكو. هو انا خرجت من رحم المعاناه. هو دكتور زراعي. مهندس الزراعي سليم عبد عون جسام محمد الرباعي. مرشح قائمه ابشر يا عراق 143 تسلسل 34. اني بناء على الماساه اللي يعيشها الفلاح واني طالع من رحم المعاناه مالتهم. نعم. واني اشتغل وياهم من 2007 لحد الان. ولهذا يعني احنا وصلنا الى وضع يعني ماساوي خطير جدا. لا يمكن السكوت عليه ولا يمكن التهاون به ابد. وعليه انه بناء على طلبهم انا رشحت المجلس المحافظه لان اريد الزم اللجنه الزراعيه الموجوده بالمحافظه على طيله السنوات الماضيه من 2003 لحد الان مجلس المحافظه به ضعف باللجنه الزراعيه الموجوده. مهندسين زراعيين ماكو، اختصاص ماكو، قياده فعليه شجاعه ماكو. استاذ سليم يعني انت ان شاء الله ان شاء الله ربي تترشح وتكون عضو مجلس محافظه بابل. ان شاء الله. لكن سؤالي انت يعني عندك برنامج تمشي عليه، عندك خطط راسمها حتى تغير من واقع الزراعه بهاي المنطقه؟ نعم، اني عديت برنامج انتخابي خاص بالزراعه تحديدا. يعتمد على ثلاث محاور رئيسيه. المحور الاول توفير المياه. المحور الثاني ادخال التكنولوجيا الحديثه، تقنيات الري الحديثه بالزراعه. ثالثا دعم الفلاح. دعم الفلاح دعم مادي، واحنا اشتغلنا على هذا بطريقة نتيجة دراسة مع باحثين ومهندسين زراعيين توصلنا إلى طريقة أنه نقدر ندعم فيها الفلاح بدون روتين وبدون لحظة. تدعم الفلاح يعني تعطي فلوس؟ نعم. حتى شي يسوي؟ حتى أنه يباشر ببداية الموسم مالته، يصرف على الزرع مالته، يمون الزرع مالته، يديم الزرع مالته، لأنه الدعم الحكومي اللي دا يجي قليل ومتأخر. وهيا جهة المفروض تدعمه؟ المفروض تدعم الزراعة، الزراعة والري، وزارة الزراعة والري هي المسؤول المباشر على هاي الشغلات. يعني أكو مبلغ في بالك المفروض؟ إيه يعني نعم. جد. أنا بالنسبة لي خلنا أنطيك ياهن المحاور أول مرة أشرحهن إلي. لا العفو بس يعني يعني تقول أدعم الفلاح. إيه؟ اللقاء مبالغ واحدة من النقاط اللي ذكرتها الثلاثة. إيه نعم. توفير المياه. نعم. والأساليب. إيه؟ الحديثة. إيه؟ ودعم. إيه؟ الفلاح. إيه؟ تنطي فلوس. إيه؟ تمام. قل لي شلون تنطي فلوس؟ شلون تنطي فلوس على أساس شنو؟ نعم، إحنا دا نشتغل على إصدار بطاقة الفلاح. بطاقة الفلاح بطاقة ماستر كارد. زي. ينزل بيها مبلغ في بداية الموسم للفلاح على أساس الدونم الواحد. إيه؟ يعني مثل واحد عنده 10 دونمات ينط الدونم الواحد 250,000. يعني أبو العشر دوانم ياخذ 1,500,000. ينزل بهاي البطاقة. إيه؟ يروح يصرفها من أي كفي هاي المليون؟ مليون، مليون ونص. هذا إحنا كدعم كحد أدنى يعني. إيه؟ وإذا أرادت الدولة تزود ماكو بيها. إيه؟ إيه بس إحنا دا ننطي الدعم يعني زين الدولة نطى الدعم مقابلها. إيه؟ الفلاح شنو واجبات الفلاح؟ راح ياخذ هاي الفلوس. إيه؟ بدل ما يروح يعني يشتري كيملاوي بالسوق السوداء راح يقدر يصرف، لان هسه عندنا مشكله. فلاح ما عنده فلوس. يروح لابو النقطه هذا اللي يبيع كيملاوي او يبيع اسمده او يبيع المكتب الزراعي، راح ياخذ ما عنده مثلا هو طن السماد طن سنه سماد الداب 1,600,000. ايش راح ينطيه؟ راح ينطيه 1,500,000 بالديل للموسم. راح ياخذ الغاز يشتري بالدين. راح ياخذ البذور بالدين. راح ياخذ المكافحه بالدين. راح وبهذا راح يعني دراسه الجدول اللي سويناها انه يطلع الفلاح نهايه الموسم مطلوب. وهذا اللي دا يصير فعلا. هذا اللي دا يصير فعلا. فاحنا بالنسبه لنا اذا ما يتوفر دعم حكومي حالنا حال الدول المجاوره يا اخي. هاي الدول المجاوره تنطي دعم للفلاح بدايه الموسم وبعدين من يسوق محصوله تقطعها من عنده. وفي حالة مثلا شو يسوق محصولة تقطعها من عنده؟ اي يسوق محصولة للدولة. للدولة فلوسه عد الدولة. فهو الدولة تطلب. بس هاي آلية المفروض يعني تنضبط يعني تكون. هاي آلية احنا سوينا عليها دراسة. ما يصير بها اختلاف. لا 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 دراسة. وانا ما زرعت وما قدرت وما اعرف شنو. سوينا دراسة. وربما اكو فلاحين ما يعني يمتثلون، ياخذ الفلوس وما يسوي شيء. هذا امنع من الدعم بالسنة القادمة. بعد ما يقدر.
هذا جانب. وخلي فتشر الجزاي عليه. شر الجزاي في حاله انه اولا الدعم يتوقف عنه زين. هاي البطاقه بيها فوائد عديده بس خليني اشرحها. تفضل. هاي البطاقه اولا راح تنطي الفلوس في بداية الموسم زين. يقدر الفلاح يتصرف يشتري بالنقد ما صار عليه تكلفة زين. هذا جانب جي. الجانب الثاني هاي البطاقة سويناها عندنا مزارعين فلاحين كثيرين بالبلد ما عندهم عقود زراعية زين. الدعم ده يجي على أساس العقود. عندك عقد ينطونك دعم، ما عندك عقد ما ينطونك دعم. احنا نريد نشيل هذا نخليه على هاي البطاقة هي. يعني على أساس الدونم الواحد، يعني أبو الدونم ياخذ وأبو المية دونم ياخذ. اي عندك دونم تاخذ دعم، عندك 100 دونم وينظم بقانون. اي وينظم بقانون. وعندنا بعد بها مشكله ثانيه، احيانا الفلاح اثناء الموسم يتعرض الى كوارث طبيعيه كالفيضانات والثلوج والرياح والامطار الرياح العاتيه، فشو يسوي؟ راح يضرر المحصول ماله، يضرر المحصول ماله، المفروض الدوله شنو؟ تعوضه. احنا آلية للتعويض ماكو، هي هاي أحسن آلية. هو إيش قد منطيت الدولة؟ مليونين ونص مثلاً أو العشر دوانم. ربما أكثر من هذا المبلغ. ربما أكثر. حتى يكون شوية مرتاح. إي راح يقولون يا إيش قد تضرر المحصول مالته؟ مثلاً نقول مليون ونص. ينزلون مليون ونص من عنده يدفع بس مليون للدولة. مثلاً. إي هذا أحسن دعم. مثلاً. هاي البطاقة إلكترونية مفيدة ليعملون بها دول الجوار وأغلب دول العالم. هاي تمثل دعم. زين وتوفير المياه النقطة الأولى. توفير المياه احنا اشتغلنا على ثلاث نقاط رئيسيه. بالنسبه اذا دخلنا التكنولوجيا تقنيات الري الحديثه للفلاح للمزارع بشكل سهل، والله العظيم كميه المياه القليله تكفي ويقدر يسيطر ويقدر يزرع انواع المحاصيل، لانه التقنيه ما تاخذ مي. يقول لك مي صالح للزرع ماكو. هو اكو مي يجي بس كميه قليله. احنا بالنسبه ان شوف احنا الري توفير المي شلون اشتغلنا عليه؟ راح نشتغل عليه على ثلاث شغلات. الشغله الاولى وهي المهمه جدا، احنا عندنا انهار طينيه متهالكه وبها ادغال هواي وفد تعيق حركه المي، ارادها تنظيف. وثانيا هاي لانه طينيه وعميقه دا تروح هدر ترسبات للتربه. ثالثا تبخر. رابعا انه بدا نتيجه انه الفلاح يغمق بالنهر فطلعت مياه مالحه فتمتزج ويا هاي المياه القليله اللي تجي غير صالحه للزراعه ولا للشرب. فاحنا هاي منو اللي الهدف الاساسي ذمه منو؟ ذمه وزاره الزراعه وزاره الري. طب والفلاح يتحملها؟ لا ما يتحملها. احنا لازم ندخل التقنيات الحديثه يا بري والتكنولوجيا، يعني الانهار المبطنه لازم نشتغل عن انها المكلفه المغلفه. لا مو مكلفه ابد ولا بها يعني مثل ما يقول وقت زمني طويل. في حاله اذا استلمت شركات رصينه وناس اشتغلت عدل يقدرون يكملون هاي العراق كله. خطه يسوي له خلال خطه خمسيه خلال خمس سنوات يكمل التبطين كله او انهر مغلفه حسب ما قال وزير الزراعه. قال احنا راح نشتغل على الانهر المغلفه. نعم. الانهر المغلفه يعني بوريات يمدون بعد ماكو. زين هسه انت استاذ سليم بقوه الله اذا صرت عضو مجلس محافظه بابل اشتوعد المزارعين او عد المزارعين اولا اوفر لهم مياه لان المياه متوفره عندنا بابل. احنا بابل محافظه زراعيه ما بها منفذ حدودي ولا بها موارد طبيعيه كالنفط وهذه وزراعيه بامتياز، فيجب ان محافظه بابل تاخذ حصه مائيه كامله عن دون المحافظات الاخرى. بعد يعني بعد النقطه الاخ ها إزالة التجاوزات. إزالة التجاوزات. ما شنو تجاوزات؟ تجاوزات على الأنهر من بحيرات الأسماك إلى الماطورات الثقيلة النحالات الكذا كلها تتجاوز على الأنهر من الصدور إلى أن توصل. يعني أنطيك مثال وأسأل الفلاليح ذولا هسه إذا يجي من المسيب ويمشي بصف مشروع المسيب اللي هو نهرنا راح يشوف كمية هناك كمية المي كل كثيرة عم صح لولا صح. بعدين من نجي ندخل شوية شوية إلى أن نوصل الحيدري اللي هو بالثلث الأخير راح المي تقل تنتهي تماماً. شنو السبب هذا؟ السبب التجاوزات وعدم التوزيع العادل بالمياه. قبل بالسبعينات كان الناظر التعاوني إلى دور، إحنا نريد نرجع هذا الدور. كان يمشي هذا الفرع مسؤول عليه الناظر التعاوني فرع العقير مخصصين له واحد هذا ينظم المي ما يخلي واحد يتجاوز على المي، يعني وإلى دور كلش كبير والفلاليح كانت تحترمه وينطونا الدولة تنطيه ماطور يفتر عن ماطور. أنا أشكرك جدا.
أتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله ربي إن شاء الله نشوفك في مراكز متقدمة وعضو مجلس محافظة بابل إن شاء الله، وإن شاء الله تكون عون وسند لهذه الشريحة المهمة بالعراق، شريحة جدا مهمة. يعني الفلاح اليوم مشاهدين الكرام حقيقة إلى ثقلة، هو الأساس، هو الأساس، في فعلا هو الأساس، هو الأساس. بالتالي لازم واحد يدعمه بشكل ذكي، يدعمه بشكل رصين، يوفر له. شوف شنو معاناته يا مسؤولين، افتروا انزلوا شوفوا، يعني ما يصير انتم بس مشلبين ببكاناتكم كراسيكم. وهسه اجي افترى اشوف الاخوه اللي هم يعني اصحاب الاختصاص اللي يعرف شلون يدير الامور، عنده شيء استراتيجي مكتوب، خطه مكتوبه، مو كلام يطلع بالتلفزيون بس يقوله وبس، لا دا تشوفون انتو شلون دا يتحدث الاستاذ سليم بطريقه جدا اكاديميه. وبالتالي احنا نتمنى ان شاء الله استاذ سليم انه اني ادعو الفلاحين والمزارعين في محافظه بابل كلهم هذه يخلون ثقتهم بي ويرشحوني، يسمعون صوتي. هسه اللي يسمع صوتي خلي يرشحني، لان انا جاي ارد افيده، انا جاي ارد افيد في، انا عندي خبره متراكمه قديمه من السبعينات زين، واريد ننزل للحقول واريد نطور. انت موظف هسه حاليا؟ انا لا مو موظف، انا اشتغلت بالشركات الاهليه كلها. نعم كل الشركات الاهليه اشتغلت فيها من الثمانينات لحد الان، وعندي خبره متراكمه جدا، وعندي برنامج انتخابي رصين. اذا انفذه على الارض والله العظيم الزراعه في محافظه بابل تحديدا تنطلق للامام انطلاقه جيده جدا بقوه الله. شكرا بقوة جزيلا الله. شكرا الله جزيلا الله. استاذ سليم بس قبل ما ندخل للمكتب اريد بس اعرف هذا الشارع مين يبدي وين ينتهي، وبالضبط هاي المنطقة شو اسمها؟ هاي المنطقة يسمونها حي الوحدة، هذا الشارع شارع البيضوية، يبدي من الجسر الأخضر وينتهي يم البنزيخانة، يعني هذا يقسم جبله قسمين، قسم الأيسر وقسم الأيمن. احنا هسه حاليا يعني بالأيمن مال جبله، جبله منطقة زراعية، وأنا عندي مكتب زراعي اللي هو هذا المكتب الزراعي. هذا المكتب الزراعي، هذا أني عندي 500 فلاح، يعني أني أغذيهم أزودهم بالمبيدات الزراعية، بالأسمدة الزراعية، بال. سؤال أستاذ، عذرا مقاطعة، المهندس الزراعي سليم الرباعي، أسمدة بذور مستلزمات زراعية، أسمدة منين تجيبها؟ الأسمدة نشتريها من بغداد. من بغداد؟ نعم. يعني هاي عضوية لو كيميائية لو شنو؟ أسمدة كيميائية، أسمدة عضوية، منشطات صغرى وكبرى وهكذا، يعني تغذي النبات كله. نعم. وأسعارها مجزية لو غالية؟ هسه حاليا بسبب ارتفاع الدولار المواد كلش غلت يعني علينا، بحيث انه الفلاح بعد يعني ما يسد النفقات يعني اي لانه غاليه. يعني شنو سعر الطن؟ ايش الطن يعني هسه مثلا داب عندنا 160,000 160,000 وزنه الوزن طن مليون و600 الطن مليون و600 يعني هذا، والابيض كذلك ب 140. شنو الابيض؟ سماد اليوريا، سماد اليوريا وسماد الداب. عندنا ذني ان السماد يعني مهمات جدا للنبات، يذبون الداب يخلونه بالتربه وبعدين يبذرون وبعدين وراها بعد ما يطلع النبات. زين اليوريا ليش غالي؟ والله لانه احنا ما عندنا يعني بالعراق صنع محلي، ما عندنا. ليش مو الانبار بيها؟ لا ما بيها، ما تكفي. ما تكفي. نعم لان المساحه الزراعيه واي عندنا احنا كثيره جدا بالعراق زين، فما سد النفقات فيعتمدون على المستورد. الدوله الكميات اللي تنطيها جدا قليله بالقياس للكميات المزروعه. يعني الدونم الواحد يعني العام انطت 5 كيلوات داب و20 كيلو ابيض، ما سد هاي، ما تغذي النبات، ما تغذي النبات. يضطر الفلاح يشتري، يشتري من السوق السوداء، والسوق السوداء باسعار عاليه جدا، وبالتالي هو هم يغلي، الزراعه على الفلاح، وبالتالي تصير شغله الغلاء يصير فاحش، والمواطن يتحمل، كل هذا العمل. لازم اكو حلول، لازم ان شاء الله من نصير عضو مجلس محافظه. احنا الحلول مرتبيه وعندنا يعني دراسه كامله ومعمقه بهذا المجال بدءا من الارض الزراعيه حتى خلي ندخل المكتب. زين بالنسبه للبذور قبل ما ندخل البذور كلها مستورده، نوعيه البذور اصيله لو هجينه؟ البذور كلها هجينه، مال بالنسبه للقمح والذرة والشعير كل هاي بذور مهجنه، هاي بالفتره الاخيره صارت. نعم الفلاح اعتمد عليها لان تنطي كميات من الانتاج اكثر. اي البذور اكثر. اي فيعني بيها جدوى اقتصاديه زينه يعني. نعم الفلاح. اي بينما البذور المحليه، يعني هي هم قليله وهم تتعرض الى يعني مو ذاك البذور الجيده يعني. انتاجها قليل؟ انتاجها قليل نعم. البذور المهجنه انتاجها راقي جدا. اي نعم. خلينا ندخل. يلا.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. شلونكم عيوني؟ شلون الصحة؟ مرتاحين إن شاء الله؟ استريح استريح قلبي استريح. أي أستاذ؟ أي عيني. بس لحظة لحظة مشاهد الكرام، هسه هذا هو نقدر نقول عليه المكتب أو مكتب الزراعي، محل محل اللي تبيع به أنت المواد، المواد اللي يحتاجها الفلاح. الفلاح يحتاج، شوف ده المواطن يقول يعني مثلا بسيط كلش. اي الفلاح يحتاج مبيدات زراعيه، مبيدات فطريه، مبيدات حشريه، منشطات ورقيه، منشطات جذريه. هاي شنو هاي؟ زين هاي هذا مبيد مال حنطه. نعم. مبيد مال ادغال مال حنطه. زين. نعم. هذا مبيد فطري. هذا كله استورد من خارج العراق. كله مستورد. اي هذا مبيد فطري. هذا مبيد حشري. مبيد فطري مال اوراق. هذا مبيد اوراق. هذا مبيد جذري. زين. هذا مبيد حشري. عام. هذا مبيد مال جذر مال فطري. زين. خاص البتيتا هذا. استاذ سليم باعتبارك ابو اختصاص مثل ما يقولون، بالتالي انت جبله يعني شنو اللي تكثر زراعته بيها؟ احنا قضاء جبله يعني مدينه زراعيه بامتياز، تعتبر شريان مغذي منطقه الفرات الاوسط. زين. بيها غله غذائيه كامله، محاصيل خضريه، محاصيل زراعيه، محاصيل حقليه، كل شيء تنتج جبله. بس اكثر شيء عندنا الزراعه المغطاه. هسه حاليا راح تبدا منه وهيك هذا الموسم ماله راح يبدي نزرع باذنجان وخيار وشجر وطماطه وباميه. هاي كلها محاصيل خضريه، كلها احنا ننتجها هنا بجبله. زين هاي المنطقه بعدها محافظه على هويتها؟ نعم. اللي هي خاصه فقط للزراعه، لو بدات تتحول مناطق الى يعني مثلا بساتين بدات تتحول الى بيوت صراحة. نعم. هو هذا احنا ده العالم عنده بصراحة، يعني تجريف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مناطق سكن. ليش؟ وهذا إلى سبب. أولاً أنه بسبب الجفاف. يعني الأرض الزراعية هسه جافة، ما عندنا مي، يعني كميات المي اللي توصلنا جداً قليلة، يعني بس الشرب والشرب ما يحصل نوبات. يعني العام عندنا نفقد حيوانات، أهالي هجرت من قراها ومن بيوتها وإجت سكنت بالمدينة. اي فمن سكنت بالمدينه صار زخم بالمدينه. انت ذكرت استاذ سليم في قبل ما نجي للمكتب. نعم. انه اكثر من طريقه للحفاظ على واقع الزراعه خصوصا هنا في في هذه المنطقه، لكن اريد يعني تركز لي مره ثانيه على هذه شنو هاي ادويه، شنو هاي؟ بس هاي عندنا مثلا البذور. هاي بذور شلغم، شوانذر عندنا. هاي مبيدات فطريه. هاي بذور. شنو هذا متناول الاطفال؟ هذا يحفظ بعد انه هذا ستم، يعني مبيد زراعي ما بعيد عن متناول الاطفال، يعني لانه بي سميه والله. سميه بس هذا من يرش يخفف. يلا يرش. هذا يستخدم لشنو؟ يستخدم للنبات، الرش على محصول البتيتا. هذا الهولدر واحد بخمسه. هولدر الواحد بخمسه. شنو هولدر؟ 5000 دينار. شنو الهولدر؟ يعني هاي اللي يرش بيها اله الرش. ايه؟ ساعتها 100 لتر مي. ايه؟ نخلي بيها مغلف من هذا. ايه؟ هي ب 5000 دينار يكلف الفلاح. وانا شلون اعرف انه هذا نوعيته جيده مو مخشوش؟ انا باعتباري مهندس زراعي. ايه؟ اختصاصي وقايه نبات، امراض. ايه؟ نبات انا. ايه؟ انا اجيب المبيدات الجيده. ايه؟ والرصينه. ايه؟ وابيعها للفلاح على مود ما يتعذب، لانه اكو مبيدات ترشها ما تعالج النبات. زين هذا شنو هنا المدمر؟ هذا مبيد حشري. هذا عام شكو حشرات على النبات يدمرها. مبيد حشري. مبيد حشري. شكو حشرات على النبات. اي حش يسمونه حشري عام مدمر، يدمر كل الحشرات. زين. زين. يدمر الحشرات الموجوده. أي على يعني بالنخل. اي نعم بالنخل. نعم حشره السونه. الحميره. كل هذا. هذا نعم. بعد ليش ما يستخدموه؟ أنا صورت في أكثر من مكان، يعني يقولون ما عندنا طائرات وما عندنا كذا. أيه أنا أقول لك ويستخدمون هو أسلوب جديد، يزرفون الجذع مال النخلة بالدريل ويديروا له دواء. هذا يمكن مو صحيح بسبب غياب الطائرات، الرش بالطائرات. كان الرش بالطائرات ممتاز، يعني يقضي على كل الحشرات اللي تصيب النخيل وتصيب البستنة، وحتى يقضينا على البعوض. البعوض يعني هسه انتشر بسبب عدم مكافحة الطائرات. زين. فبعدين من راحت الطائرات قام الفلاح يلتجي لمن؟ يلتجي للمكافحة اليدوية. زين فالمكافحة اليدوية عملية مو عملية؟ هي يعني حاصل تحصيل، يعني مو عملية صراحة. يعني الرش بالطائرات بالنسبة للنخيل والبستنة يعني معقولة ما تقدر وزارة الزراعة توفر طائرات؟ احنا
يعني يا طائرات شنو يعني كبر هاي الطائرة؟ طائرة سمتية يعني هي مخصصة للرش المبيدات سنويا ترش المناطق كلها حسب جدول معين حسب جدول معين ونعلن قبل ما نرش انه يا بأهل النحل أهل الكذا يعني يحافظون على نحلهم أو يغطوه تجر طائرات ترش وورا ما ترش الطائرات الحشرات كلها تروح بحيث انه احنا ذا بالسنة اللي ترش فيها الطائرات ماكو بعوض النخيل يصفى التمر يطلع التوب زين حتى هذا عندنا حلم غبار النخيل هو هذا الدمر التمر ايضا يروح فتطلع التمرايه صافيه وناضجه وحلوه زين ان شاء الله باذن الله من تصير عضو مجلس محافظه بابل راح تقدر توفر هذا الشيء نعم احنا اول عمل راح نقوم به نسوي يعني برنامج مال مكافحه برنامج مال مكافحه خاص للبستنه وللنخيل ونرجع الطائرات اسطول الطائرات اللي بالمحافظه لازم نرجعها مو بس محافظتنا كل المحافظات ان شاء الله زين هاي شنو هنا هاي ايضا مبيدات متنوعه ومختلفه مو انا باعتبار اختصاصي امراض نبات انا كل الادويه اللي جايبها هاي كلها تعالج اما الفيروسات او تعالج البكتيريا او تعالج الفطريات او تعالج الحشرات الحشرات بانواعها اكو حشرات ثاقبه وحشرات ماصه وحشرات ارشفيه وحشرات يعني وحتى عندنا اسمه مكافحه منزليه للبيوت نكافح مثلا اسمه القوارض الجرذان العقارب هذا شنو هذا هسه هذا مال اسمه هذا مال قوارض زين ابو بريس الحيه الجريدي العقربه هاي كلها هذا نخليه زين هاي خليها داخل البيوت هاي غير سامه والله داخل البيوت خليها مثلا بس هي كلها مو صناعه عراقي هاي كلها مستورد احنا بالنسبه لنا حاليا اللي دنعاني من عندنا ما عندنا صناعه محليه ما عندنا صناعه مبيدات او منشطات او اسمده او مكافحه او مبيدات حشريه ماكو كلها مستورد هاي منو المفروض ذمه منو المفروض يصنعها عندنا بالعراق وزارة الصناعة منو؟ الصناعة بالتعاون مع وزارة الزراعة طبعاً. يسوي برنامج كامل مال معهم. إذا أنا أفهم من كلامك أنت عندك دراسة. عندي دراسة أنا. مستفيضة. مستفيضة. من أجل النهوض بواقع. برنامج انتخابي. برنامج خصصته للزراعة. برنامج انتخابي خصصته للزراعة. ومن ضمن البرنامج الانتخابي هو برنامج المكافحة الشامل. اللي يشمل مكافحة كل الآفات الزراعية اللي تصيب النباتات واللي أصبحت تحولت المبيدات الامراض النباتيه عندنا والحشرات تحولت الى اوبئه وهاي من تتحول الى اوبئه بعد صعوبه سيطره عليها الا بتدخل الدوله يعني الوباء من يصير ما يقدر المهندس يعالجه وحده لازم الدوله فاحنا بعض الامراض تحولت الى اوبئه اذكر لك مثلا عندنا نوع من الحشرات يسمونه الذبابه البيضاء هاي الذبابه البيضاء غزت النباتات غزو تام عندنا ذبابة الفاكهة زين أو الذبابة الأمريكية غزت البستنة بحيث إنه البستنة نص الثمر أو نص المحصول يطلع رديء فالفلاح يتأثر بهذا الشيء تماما يتأثر زين وحتى جودته بالسوق بتصير غير جيدة فإحنا من ضمن برنامجنا الانتخابي هو برنامج مكافحة يعني شامل يشمل البستنة والمحاصيل الزراعية مكافحة وتطوير مفروض نعم وتطوير واقع زراعة نريد احنا نريد ننشئ معامل ومصانع هنا عندنا كفاءات ممتاز نادرة ممتاز وتقدر انه تصنع وكنا ننافس الدول وتشغل ايدي عاملة وتجيب خبراء عراقيين وتشغل مختبرات شغل المختبرات عندنا مهندسين كيميائيين وعندنا بيولوجيين وعندنا اختصاصات كلها تقدرون تستفادون منها نقدر نستفاد منها ونقدر نصنع هاي المبيدات هنا بالعراق وعلى ايدينا ونعرف المواد الفعاله مو هي المشكله هسه عندنا وين عندنا مشكله ما حد يعرفها مشكله المواد الفعاله داخله بالماده بالماده هاي المواد الفعاله هاي الدول ايش قامت تسوي قامت تقلل نسبه الماده الفعاله لان نسبه المواد الفعاله هي اللي تزود سعر المبيد او تقلله فايش قاموا يخلون المواد فعاله تعبانه جدا ويكتب لك هاي ماده فعاله اصليه لان ماكو مو الكل يعرف سيطره نوعيه ماكو رقابه ماكو الادويه دا تدخل من مناشئ متعددة ومن مكانات متعددة وهذا بصراحة يعني احنا ننظم المفروض, المفروض ينظم بقانون لازم ننظم بقانون ولجان وسيطرة نوعية ومهندسين زراعيين يتابعون بالنسبة للمهندسين الزراعيين عندنا طاقات من المهندسين الزراعيين يعني ممتازة جدا وهسه اغلبهم يشتغلون بدول الخليج ويشتغلون بالدول المجاورة واحنا هنا ما استغليناهم
وخليناهم يبيعون جقاير، لو خليناهم يروحون يشتغلون عماله، لو خليهم يشتغلون بالفنادق. زين، مع العلم هم كفاءات وشهادات وتعبت عليهم الدوله ووصلتهم الى ما وصلتهم، واغلبهم كملوا دراسات عليا وقاعدين بدون تعيين. المفروض شو يصير؟ المفروض تستقطبهم الدوله، تفتح لهم مصانع، معامل، مختبرات، زين، توزع لهم اراضي زراعيه، خلي المهندس الزراعي هو ينزل للحقل. المهندس الزراعي مبدع، العراقي خصوصا اذا فسح له المجال وانطته الدوله ما يحتاجه من المستلزمات وانطته ارض زراعيه يبدع بانتاجه بعمله. فاحنا هاي كلها مهمش عندنا، كلها ملغيه. انا اشكرك جدا، اشكرك جدا، اتمنى لك، اتمنى لك التوفيق، وان شاء الله نشوفك عضو مجلس محافظه بابل ونسوي لقاءات وياك ان شاء الله. وذاك الوقت راح تفرنا وتودينا ككادر برنامج ابشر، ونتوجه الى كل المناطق اللي المفروض تنزرع وتعيدون الحياه بيها من جديد. فاتمنى لك كل التوفيق استاذ سليم. أهلا بكم من جديد. انتقلنا من جبلة إلى جدول بابل ناحية النيل. طبعا هذه أيضا منطقة أخرى ومنطقة كبيرة جدا، والمفروض تكون مليئة بالزراعة. ليش؟ لأن أرض خصبة، لكن أيضا مع الأسف مي ماكو. تسمعوا ايش يقول؟ 160,000 دونم. طبعا راح نتعرف بالحجي وبالاخوه الموجودين هنا، اخوتنا واحبابنا، ونشوف هم بياصف وشون واقع المدارس هنا بهاي المنطقه الكبيره اللي بيها عدد كبير من الاهالي. ربما انتم ما تشوفون، لكن بالجهه الثانيه كلها بيوت واهالي ومدارس. اكو 55,000 عائله ومدارس تقريبا. ما يقارب. ممتاز. اول مره السلام عليكم حجي. عليكم شلونك؟ شلون صحة؟ مرتاح ان شاء الله. ممكن تعرفني بنفسك؟ اهلا وسهلا بك وبقناه الايام المباركه وبكادرها المميز. الله يحفظك. نرحب بكم بهذه الخطوه المباركه الى زيارتكم الى منطقتنا المنكوبه، منطقه جدول بابل ناحيه النيل. ليش منكوبه؟ منكوبه لان احنا اليوم صار عندنا من 2014 لحد هاللحظه هاي العوائل هاجرت، وهاي الاطفال اللي موجوده هسه قدامكم تركت المدارس تشتغل عمال سبب شحة المي. وسبب شحة المي هو تبطين مشؤوم. شنو تبطين مشؤوم؟ تبطين تبطن جدول بابل 8 كيلوات من كيلو 4 إلى كيلو 12. والتالي انتم يعني ما تريدون تبطين؟ ما نريده، لأن هو هسه كنا بجبله يريدون تبطين. ما نريده احنا، مو ليش هنا أعلى؟ عالي. وثانيا هو ما أخذوا من منسوب نقطة صفر، من أخذوا من نقطة 4 فنوا صار متر ونص فوق عالي، وصار بها طبعا بعد ما يصعد حطوا من حالاتي شغلوا من حالاتي رد عشب. فاحنا بهيج حاله سوينا مشينا راجعنا ملينا ما خلينا مكان ما رحنا له. نريد ان اي واحد مسؤول يجي يلتقي بينا ماكو. يا عمي مو العالم هاجرت، الناس اندهرت، هاي الاطفال شنو ذنبه؟ هذا مستقبل مضيع. عمي انتم تدرسون؟ لا عمي وين مستقبلكم انتم؟ بالعمالة تشتغلون؟ خل تسمع المسؤولين. يعني إذا أنت بعدك براعي شبابك وجاي تشتغل. يا بش اسمك أنت حبيبي؟ أنا أمير وهاب. ياسر. أنا مادام. قول والله. والله. وأنت الأخ. إي والله. زين على هاي. إيه. ياسر. مادام اشتغل عمال. قول والله. والله. لك عجيب. إي والله. زين يعني هسه أنت يعني ما تقرأ وتكتب؟ لا ما أقرأ ولا. تقرأ وتكتب أنت؟ لا عمي. لا ليش تضحك؟ يضحك ما يعني. وأنت؟ شو اسمك انت؟ انا شاكر ماجد. شو اشتغل حبيبي؟ اشتغل عماله. حجي شو كل عماله؟ شنو عماله؟ سبب المي، الناس تي تعيش تعيش. اي المدرسه يقول لك انا بعد ما تفيد. زين انتم هسه شلون مدبرين اموركم بدون مي بدون كذا؟ ايش تزرعون بس؟ اريد افهم. صار الاراضي صار على الزراعه وين يعني؟ يعني فارغه كل شيء ماكو من سنه 2014 لحد هذا يوم. 2014 من الان 14 اليوم. زين. انهارت الناس، انهارت اعصابها. يعني هسه تقول له تروح المدرسه يقول لك اضربني شيله ما اروح المدرسه، ادعيش عيالي ما عندي، ادعيش ابوي. اذا مشاهدينا الكرام، طبعا احنا بهاي المنطقه ليش جينا نصور؟ لاسباب كثيره. اولا لان حقيقه لازم الدوله تضع حلول حقيقيه وجذريه واستراتيجيه ومبنيه على اسس رصينه من اجل يعني تحويل هذه الاراضي الى واحه خضراء. البلد بحاجه الى، احنا نظل نستورد
هم ما نظل نستورد. بعدين شنو ذولا بدون ذولا بدون مدارس ما يدامون؟ والله شنو اهلهم هاجروا؟ ليش هاجروا؟ لان الظرف المالي مو زين، زرع ماكو، بيع ماكو، فلاح فشل خسر، وهاي النتيجه. كيلو بلف ونص، بلف ونص الطماطم ما حد يشتريها، يشتغل عماله يوميته 10,000 دينار يجيبن لابو لاخوته مرضى للدكتور بس. زين انتم قبل 2014 شفتوا شو تزرعون؟ نزرع حنطه وشعير ومخاضير صيفيه وما يعني الناس تاخذ من عندنا من كل المحافظات. باميه بيش تبيعها؟ كنا نبيعها ب 750 دينار وهسه الكيلو ب 7,000 دينار وماكو. اللوبيا الكيلو ب 4,000 دينار وهسه ما حد بس يشوف شلون يعني واحد جايب له وصفه من الدكتور. هذا هسه شو اسمه جدول؟ جدول بابل ناحيه النيل. نعم. واحنا نريد من الله ومن هاي القناه الموقره مكلفين الاستاذ مهندس عيدان على هذا المشروع تكلفه يعني هو ابن المنطقه وهو مهندس اداري. حتى شو يسوي لكم يعني؟ بركه الله. من يصير عضو مجلس محافظة؟ بركة الله مجلس محافظة. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. وبالتالي مشاهدينا الكرام يا مسؤولين يا الله يحفظكم عيني أعضاء مجلس المحافظة المحافظ كل وزارة الزراعة الموارد المائية حقيقة لازم يعني واحد يعيد حساباته من جديد ويجي يفتر يشوف. هسه إحنا في منطقة شمال شرق بابل بالتالي يعني آلاف الدونمات هيجي متروكة ليش؟ حتى شنو تنباع وتصير مجمعات سكنيه لو شنو؟ ما يصير، هاي مخصصه فقط للزراعه. اعزائي المشاهدين خليكم ويانا مستمرين راح نرويكم من قرب يعني جدا حتى تعرفون انه هذا جدول بابل شلون صاير؟ شلون شكله؟ ايش قد بي ماي؟ شنو بي؟ شلون مرتبين الامور هنا جماعه؟ والله ما ادري بالله العظيم يعني مع الاسف والله مع الاسف انه بلدنا ينهمل انه بلدنا ينهمل بهاي الطريقه مع كل الاسف والله العظيم. يعني احنا املنا كبير بالمسؤولين بالجهات اللي وزاره التخطيط وزاره الزراعه الموارد المائيه ماكو. ليش هيجي؟ زين دول شنو مستقبلهم؟ شنو مستقبلهم دول؟ وين يروحون؟ وين يوصلون؟ دراسه ومدارس ومعاناه وطموح. اللي يريد يصير ما اعرف يعني من يريد يصير طبيب؟ من يريد يصير ضابط؟ شوف يقول منين يصير طفل ويميز ويعرف. على كل خلينا نلتقي ويا اهالي المنطقه يعرفون اكثر شنو معاناتهم وايضا شنو هذا الجدول. السلام عليكم، شلونكم عيوني؟ شلون الصحه؟ مرتاحين ان شاء الله؟ الله يحفظكم. شلونكم؟ زين. منو يتحدث لنا؟ السلام عليكم، شلونكم عيوني؟ شلون الصحه؟ مرتاح ان شاء الله؟ الله يحفظك. تعال هنا بلا زحمه عليك، الله يخليك. هذا جدول بابل. شو يعني كل شيء ماكو؟ والله سيدنا معاناة جدول بابل معاناة طويلة الأمد. من 2015 تقريبا سوينا قطعة مال تبطين بصدر جدول بابل، لا هي بالصدير ولا هي 2014 تقريبا. 2014 تقريبا. احنا شان عندنا مويه 2014 تعرف التبطين بعته سوينا تحويله. بس من كمل التبطين وفتحوا المي بيه انتهينا بعد ما يصلنا خالص. ليش؟ شنو السبب؟ غير المفروض يعني هو محسوب وكذا؟ مو محسوب، قياسات مو صحيحة حسب أهل الخبرة قالوا عمو هذا التبطين قياساته غير صحيحة مو مطابقة لأن دفنوه مترون الجدول قبل. شوف أنت الجدول بعينك إيش قد العمق مالته كان يسحب لنا مي من الشط فدفنوه يعني متر ونص متر وسبعين وبعدين بطلوا فوق صار يعني ارتفاع كلش عالي وين راح يرجع؟ يرجع للشط ما يتصرف علينا اللي جاي. زين ماكو ماطورات مال مي مثلا ترفع المي؟ حتى هاي المضخات اللي يحطونها معاناة يعني حقيقة معاناة عانينا هاي السنين كلها ما جاي تشتغل بصورة صحيحة ما جاي توفر لنا يعني شنو مثلا كهرباء مخلوها وكهرباء ماكو وكذا ومن حلت مضخات على اساس وقود وغاز مرة غاز مرة وهاي بمسؤولية منو هاي المضخات؟ مسؤولية الري موظفين عليها غير يجون يشغلوا لكم على ساعات متفقين عليها طبعا وزارة الري فاشلة بهالمبدأ هذا ما عطى أي إنجاز أو هسه احنا ما نقدر نحكي هذا الكلام لأن ماكو عندنا أحد يعني أرجوك رجاء لا مو مجاملة مو احنا ما نعرف يعني ماكو مهندس من عندهم مثلا موجود حتى يدافع احنا نعرف احنا نقول لك الصورة اللي عايشينها غير أنت طبعا الرجل جيتنا اليوم متفضل الله يحفظك لكن لا احنا نعرف القضية ومعانين صار سنين وصلنا للبرلمان ظاهرنا بالحلة مظاهرة كلش ضخمة ووصلت البغداد وهزت عروش البرلمان حتى راحوا مجموعه من الفلاليح شو وقت يا سنه تقريبا 2018 راحت مجموعه استدعوهم للبرلمان قالوا يابا معاناتكم شو راحوا الفلاليح خمسه من عندنا سته وقعدوا بالبرلمان وكان الحلبوسي موجود وعلى اساس يسوون لها قضيه رفع التبطين
وبعدين ما حصل التصويت بالتبطين بالجلسة. بعد ذلك سووا حلول. شنو الحلول؟ طرحوها قرروا مليارين موازنة 2019. ايه؟ مليارين 2 مليار أنا قرأتها طبعاً بالموازنة مال 2019. ايه؟ 2 مليار لمعالجة جذول بابل لإنشاء تحويلة. زين. مو؟ ايه؟ زين لا صارت التحويلة وال 2 مليار مدري وين وين راحن؟ هاي بال 2019. طمطمت الامور وانتهت السوفت وراحت وانت ظليتوا هيك واحنا ظلينا. انت هناك كم بيت؟ احنا سيدنا بيوت قرى كلش كبيره. هاي تبدي المنطقه ناحيه النيل من جسر الدولي الخط السريع الى ان تبدت قريه الطلايع واطراف قريه الطلايع. نعم. تحدد محافظه الكوت. هاي كلها قرى، قريه الطلايع، قريه النيليات، قريه الاخاء، قريه الخلفه، قريه العواد. القرى متعدده لا يسع المجال لذكرها. كلش قرى وعوائل ضخمه وهالناس عندها مواشي. المواشي هلكت راحت ما تحلى العالم بعد. صدقنا هسه العالم يعني تروح مسافات بعيده بسيارته اللي يجي مي، اللي عنده ستوته يروح يجيب له بهج اللي كان مي. وهاي المعاناه صار لنا 5 سنين 6 سنين او اكثر من هذا بالمعاناه. عفنا الزراعه. هسه الدوله قالت يابا المي اللي موجود لغرض الشرب فقط. نعم. يابا ما لي زراعه وين الشرب؟ نطير الشرب رحم الله ديك وصل لي شرب. وهاي لا شرب ولا اساله ولا غسول. كيف لك الله نروح ننقل المكالات كلش بعيدة. زين انتم صار لكم يعني من فترة طويلة ساكنين هنا؟ قديم من السبعينات. هاي احنا واحد مثلا هسه يشوفني يقول لهم حواسي مو قاعدين شلون مكان. لا مولانا احنا احنا وعينا بهاتنا بال50 احنا على هاي بال60 الخمسينات بالستينات ما احنا ما يقارب بال5000 عائلة فلاحية يعني كل احنا على جدول بابل. جدول بابل هو السلة الغذائية لمحافظة بابل. يعني هسه لا فلاحة لا مي لا مواشي لا زراعة من كل الأمور احنا ساكتين يعني نربي فرج الله. بس جدول بابل هو التبطين اللي عائق الرئيسي اللي خلى جدول بابل يعني بهالصورة. زين هسه هم التبطين اشتغلوا بي غير اشتغلوا كيلو وين سووا مثل السكر يعتبر شلون سد مانع بحيث لا يعبر هاي الصفحه ولا يعبر. زين ما رحتوا عليهم قلتوا لهم يابا سووا لنا فد اليه خلي يعبر لنا المي. وراجعنا وتظاهرنا وكل الوسل وصلنا وياهم الى نتيجه ما اعطونا اي صوره حل. يعني كل صوره حل ما في. زين هسه انتم شو تريدون؟ احنا نريد يا سيد نطمح ونتامل خير عسى ولا عن نسال الخيرين الموجودين بالبرلمان اذا وجد خيرين بالوزارة. كلهم خيرين ان شاء الله كلهم بالوزارة خيرين ان شاء الله كلهم خيرين. رئيس الوزراء الاستاذ محمد الشياع السوداني الناشد مناشده لله يا نتامل بخير. قلنا هذا رجل كفو خوش ادمي عنده انسانيه نشوفه هو كذلك عنده ضمير هو كذلك الناشده بضميره بانسانيته يشوف لنا حلول هاي مناطقنا. احنا راح نهاجر تعبت العالم تعقدت نفسياتها صدقني هاجرت العالم وبقت الا القليل. هاي شفتها اراضي صحراء جرداء لا حلال لا مواشي بيها تعبت العالم. فالناشده يشوف لنا حلول يعني فلاح. انا فلاح ما عندي لا راتب صار لي 7 سنوات ماكو مي ما ازرع. زين انت هذا الفلاح ما قلت شلون عايش اولاده بيش يدرسهم عائلته شي وكلها اذا لا منتج زراعه عندي لا راتب عندي منين اعيش اني؟ لا تنطيني سلفه تقول يابا ازمه عندك فرد ازمه. هاي سوي لي حلول يابا ازمه الفلاح انت. زين هسه جاي انتخابات مجالس تفضل تفضل تفضل. عليكم السلام ورحمه الله. بالشكر الجزيل. الله يحفظك عم الله يحفظك الله يحفظك. بالنسبه لمعاناتنا بدت من 2014 يعني هو التبطين هذا اجى مشروع تبطين جدول بابل. المشروع طبعا مقاييسه خاطئه واضحه تماما يعني كان منسوب جدول بابل. هذا جدول جاني هو يصرف جدول بابل 17 متر مكعب. من سووا التبطين ورفعوه وجت لجنه تعينت من بعد ما صارت مظاهرات وصار طبعا تنعرض التصويت مرتين بالبرلمان. ما حصل النصاب وصوتوا عليه. طلعت لجنه من جامعه بغداد مشتركه من جامعه بابل. اللجنه شخصت الخطا. الخطا ما يحتاج لجنه طبعا انه الشخص لانه هو مناسيب شط الحله هسه اذا باعلى مي ما يصل ال 200 180 170 احنا صعدوا 170 سنتيم من البدايه من الصدر. التبطين ما خلوه مثلا من البدايه او من الاخير لا خلوه عائق بالواسطه. خلوه 4 كيلوات بالاثار ما بطنوها وخلوها بالواسطه على اساس جابوا حلول. قالوا الحلول الموجوده المطروحه انه نجيب مضخات. من جابوا مضخات وشغلوها بقوتها المضخات بدا لما شافوا انه التبطين انه يصرف 8 متر مكعب. ايش قد عجز عن 8 على 17 متر يعني تقريبا فوق 9.5. هذا 9.5 هو شنو سببها؟ سببها انه التبطين صار صغير مسافته كان 3.5 متر مو والعرض 20 او 19 بينما هسه اذا تروح لاكو مكانات حتى 6 متر ما بيعرض. اعتيادي اكيد ما راح يصرف هذا. المضخات ما صارت
ما صار. زين حجي بلا زحمة عليك. طول الجدول. إيه؟ طول الجدول 36 كيلو. ستة يعني إذا يضخون هسه بقوة المضخات كلها الموجودة ما يوصل 17 ضئيل. هاي المناطق ماتت من 2014 من حولها وصعدوا التبطين. انتهى الدوار اللي هو كان بديل. انتهى الدوار وكملوا المرحلة الثانية من التبطين وصعدوا المي. احنا من 2014 لهذا اليوم هاي معاناتنا. والله يسعدك. وهذا جدولنا. زين ما عندكم أحد يوصل صوتكم؟ ما وصلكم. كان رئيس الوزراء العبادي. هسه ما يخالف. هسه احنا وعين هاي اللجان. ما يخالف على عيني وراسي. حاليا بالبرلمان. هسه جاية انتخابات مجلس. نأمل. جاية انتخابات مجالس محافظة. ايه نعم. 18 12 يعني ما ظل شيء الانتخاب. كم أحد يوصل صوتكم يقول يابا أنا عندي فت خطة عمل أقدر ألقى حال؟ والله إن شاء الله الخيرين موجودين ونأمل. إحنا ويانا الأستاذ المهندس بالنسبة أستاذ أبو حسنين. تفضل أستاذ بلا زحمة عليك. مهندس بهاي الأمور هو هم فلاح وهم مهندس وعايش معاناتنا طبعا من يعني المنطقة يعني ويعرفها عايشة. فإحنا نتأمل به خير إن شاء الله. نكمل بخير. الله يسعدك استاذ حبيبي. شلون حبيبي شلون صح مرتاح ان شاء الله. الله يخليك الله يحفظك. لطفا معكم الموقره. الله يخليك الله يحفظك. منطقتنا في ناحيه النيل منطقه سراديب وهذه المنطقه. انت ابن هاي المنطقه؟ ابن المنطقه. اني ابن المنطقه. اني رجال مهندس مدني لكن اني بالاصل فلاح ابن هاي الديره. اريدك تعرفني بنفسك بالتفصيل. اني المهندس عيدان خضر خلخال سروان لطيفي. اعمل مهندس في دائرة التحقيقات في صحة بابل. سيدنا المنطقة تبرشح؟ أنا مرشح على الدورة الحالية لمجلس محافظة بابل بشري عراق تسلسل 6. المنطقة وناحية النيل بالأغلب ناحية تتصف بالطابع الزراعي. ناحية النيل تبلغ مساحتها الزراعية 185 ألف دونم. المساحة الزراعة 164 ألف دونم. سيدنا بادرت وزارة الموارد المائية في بعد عام 2012 بالمباشرة في خطة التبطيل لجدول بابل. هسا احنا شنو المسببات هاي يعود للجهة الفنية على اعتبار انه انا مهندس واعرف هم وفروا العذر لاعداد كشف. الكشف طبعا بداية تنفذ ما بدا من المحطة 00 بدا من المحطة 040 وهذا خلل. احنا نعرف المشاريع تبدي بموافقات. أهم موافقة هي موافقة دائرة الآثار والتعارضات ويا الوزارات الباقية. فالاستعجال أصلا بداية إحنا صار عندنا شك وريبة من بدأوا من المحطة 4. أنت المفروض تبدي تبطن من المحطة 00 على اعتبار أنه أنت عندك تعارض. تحل التعارض يلا تبلش. هم بلشوا في سبيل يحيلون المشروع لأغراض انتخابية لأغراض سياسية. انحال المشروع بطريقة فنية بائسة يعني لا تغطي التصريف ولا تغطي الأذناب جدول بابل. بعد ما افتتحوا احنا تعرف يعني بدأت الخطة الزراعية شيئا فشيئا تقل تدريجيا. احنا الحدقة عام 2018 كانت خطة بابل الزراعية لمحصول القمح فقط 60 ألف دونم. حاليا أنا أتكلم معاك خطة ناحية النيل من القمح 7000 دونم. إذا نريد نحسب رياضيات احنا خسائرنا بالسنة الواحدة 50 ألف. اذا فلاح طول القمح مليار. بالنسبة للثروة الحيوانية، الثروة الحيوانية ناحية النيل كانت تمتلك مزارع اسماك وحقول دواجن وابقار واغنام. معدل انتاج هذه يقدر ب 100 مليار دينار سنويا. السلة الغذائية للعراق من المخاضير الشتوية والصيفية لمادة الرقي والبطيخ والبامية والباذنجان منا كان كيلو البامية قال 750 يعني 750 دينار. حاليا كيلو البامية ما نزل عند 5000 دينار من توقفت الزراعة. إذا تحسبها رياضيات احنا بهاي الخمس سنوات كفلاليح ناحية النيل خسائرنا 1.2 تريليون. التبطين بأكمله كله ما كلف الدولة 12 مليار. كان من الممكن تحسبها اقتصاديا ضررنا شنو. فاحنا اني شخصيا عندي طموح ان اكون رئيس لجنه الخدمات وافتح هذا الملف واقدم شخصيا طلب تعويض واجور بمثل لكل فلاليح النيل. احنا ما مستعدين تعويض للفلاحين. نعم نعم نعم. اني خسائري 1.2 تريليون. الدوله خسرانه 12 مليار. هسه يقول لك واحد اسد العفو
واحد يشوفنا مسؤول ربما عنده وجهة نظر تختلف، يقول لك أنا هسه خلينا نبدي بداية جديدة، تعال قل لي شنو وجهة نظرك، خليني أساعدك بدل ما تأخذ تعويض، لا تعال خليني أساعدك رجع لك المي، ربما أصرف راتب للفلاح فد راتب معين حتى يقدر يحرك نفسه يشتغل يجيب سماد يجيب كذا. تمام سيدنا، أنا أساسا أنا لحد الآن الضرر موجود، انت ما ازلت الضرر كحكومه مركزيه ولا محليه، يقدم الطلب انت ما ارفع صوتك آني آني وصل صوتك، انا كشخص ابن الديره وصاحب اختصاص وفلاح لي الرؤيه في ان اقدم طلب اولا ازاله الضرر. احنا في عام 2018 اخواننا واهلنا الظاهره وكانت استضافه تحت قبه مجلس النواب وجرى الحديث بحضور الوزير الموارد الاسبق ورئيس الوزراء كلف هيئة النزاهة بإعداد ملف كامل عن جدول بابل، وبالتحديد كتاب رئاسة الوزراء حدد الهيئة النزاهة تحديد تلف المحصولات، شكلت لجنة في الحكومة المحلية برعاية دائرة الموارد اللي هي الخصم وهي الحكم، اللي احنا نعرف الفلاح إلى ارتباط إداري وهو مديرية الزراعة وشعبة زراعة النيل وارتباط معنوي ممثلة جمعيات الفلاحية، فاحنا نعرف الضرر من يحدده وزارة الزراعة والجمعيات الفلاحية. تفاجأنا بلجنة تشكل بها 7 أعضاء وعضو فقط اللي هو مدير شعبة الزراعة اللي يتحفظ اللي مخلين عضو مدير اتصالات النيل ومدير بلدية النيل يحدد الأضرار تلف المحاصيل الزراعية، وبالتالي راح الهيئة النزاهة تقرير منمق يشرح ويوصف جدول بابل وكأنما هي لجنة لاستحداث جدول بابل. جدول بابل موجود لكن احنا ردنا نحدد ضرر وسوف الموضوع وسوفة القضية، لكن انا على عهد واعاهد اهالي جدول بابل انه هذا الملف انا كفيل به، انا كفيل به إن شاء الله اول سنة ان شاء الله تصير انت عضو في مجلس محافظة بابل، بالتالي انت راح تتقيد بس بهذا الملف؟ لا لا، احنا أول شيء إحنا نبدي مشكلتنا ونصعد إلى مشاكل المحافظة. إحنا عندنا الآن ناحية النيل تعدادها تجاوز 52,000 نسمة. ذولا مشكلتهم مو مشكلة مستعصية، هاي مشكلة إجراءات روتين الدولة. أنا من أحي 52,000 نسمة أقدر أدخل في القطاع الصحي باعتبار أنه أنا خادم في هذا القطاع وإلي باع بهذا في قطاع التعليم في قطاع البنى التحتية لمحافظة بابل، لكن أنا أهم وأبسط مشكلة إحنا ما حلينها، يعني مشكلة الري هي جدا إذا دخلت في القطاع الصحي تقدر تسوي؟ إحنا عندنا بنى تحتية منهارة كمؤسسات صحية، تقريبا إحنا بابل نفتقر إلى مؤسسة صحية بمواصفات عالمية، تحديد مكامن الخطأ، تحديد مكامن الصرف، أبواب الصرف في المكانات اللي يحتاجها المريض والمواطن البابلي عن قرب وعن تجربة لمدة 15 سنة في هذا المغمار. بالنسبة للبنى التحتية لمحافظة بابل، ناحية النيل جزء من هذا من هاي المحافظة ومن هذا العراق اللي خلال 21 سنة عانى ما عانى نتيجة سوء التخطيط ووجود ناس في قمة الهرم لم يمتلكوا الخبرة الإدارية ولا الإمكانية الأكاديمية اللي تأهلهم أن يغورون ويتوسعون به وإيجاد الحلول. نطمح بهذه الدورة في حال إن شاء الله صعودنا المجلس محافظة طرح رؤية تتبنى هذه المشاكل وفق أسس علمية وواقعية. أنا أشكرك جدا حبيبي، أتمنى لكم التوفيق. الله يسلمك. وأيضا كل الأخوة اللي حقيقة يعني تعبوا ويانا وجينا ومشينا هذا الطريق كله من أجل أنه نوصل الصورة. الله يحفظك، الله يحفظكم، الله يحفظ الشرف بيكم، وإن شاء الله ربي يلقى لكم الحلول باعتباره رجل يعني مطلع على الموضوع وابن الديرة مثل ما يقولون. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ونجي نصوركم وهذا هذا الجدول، جدول بابل. أهلا بكم جديد مشاهدين الكرام، عدنا مرة أخرى إلى جبلة، ومثل ما تشوفون هذا يسمون شارع الأطباء، في أطباء وصيدليات وكل شيء. احنا نركز على هاي المواضيع لأن هي تمس حياة المواطن العراقي، وباعتبار أنه لحد الآن مع الأسف يعني الضمان الصحي ما متحقق بشكل حقيقي بالعراق. ماكو ضمان صحي ولا أكو آليات، ما أعرف أكو قانون راح يصير إن شاء الله، نقول إن شاء الله. ولكن من يتمرض الإنسان بالعراق يعاني الأمرين،
إذا ما عنده فلوس من يروح المختبر لازم يدفع كومة فلوس، وإذا ما عنده لازم يتداين لو يبيع فتشي لو ما أدري شنو، وإذا عنده فلوس فلازم يروح الفد مكان زين. ليش؟ من يروح المكان زين حتى يحصل على علاج زين، على طبيب زين، وأكيد كله غالي. أسعار الأدوية كلش غالي، ما أعرف من هي الجهة المسؤولة على هذه الأسعار بالصيدليات، غير أكو جهة في وزارة الصحة تتابع عمل الصيدليات تشوف ليش هذا الدواء سعره هالقد وذاك الدواء سعره هالقد، وتخلي ضوابط حتى مو هاي الصيدلية تبيع بسعر وذيك الصيدلية لأن بغير مكان تبيع بسعر آخر. عموما أكو شخصية أريد أعرفكم عليها، هو أيضا مرشح لانتخابات مجالس المحافظات وطبيب، بس قبل ما أعرفكم عليها خلينا نلتقي بالحجية. السلام عليكم. السلام عليكم. شلون شلون صحة؟ الله يخليك، الله يحفظك. شو عندك قاعدة هنا؟ والله باب الطبيب على باب الله. باب الطبيب على باب الله. أي والله جيب له مراجعين يحسب اليوم. يعني ما فهمت شو تبيعي؟ مو هبيع. إنما جيب له مراجعين. يعطيني متعيش الجهاز. تجيبي المراجعين؟ هو يعني المطبونة قصلة. انت بالصيدلة يعني وتدخل زين. هاي هو مشغلك كمساعدة إليش؟ بس هي ما عندي. ايه؟ جيت عليهم جيت اشتغل بابتهال. ايه؟ بعدين صوبت برجلي. ايه؟ ما انفعهم بعد. وهو قال لي شو قعدي هنا وهاي؟ ايه جيت عليهم قاعدة قعدي قدام الباب والقاسم الله. يا عيني. وشلون مشي امورك؟ على الله مشي. وقعت. زين انت من تأذيتي برجلك شلون تعالجتي سويتي؟ والله رحت الدكتور كريم الطايب طالب ركبتي الاوبر. ليش الاوبر؟ والله انا ما ادري، هناك اخوتي تبرعوا لي بها وهي يعني ما يشرف بهم. يشرف الله يحفظك حجيه. الله يحفظك. عندك رعايه تقاعد شيء؟ لا انا بعد ما مسويه تقاعد رعايه جت كربلاء وجت جاي وما انا ابقى هنا على طول ما ارجع لاهلي. والله جيت عبالي هنا يعني شوية سهلة شوية نفس الظروف. هم صعبة. أهلي أولاد. الله يسر لك إن شاء الله. صحتك زينة إن شاء الله. والله عجز عندي سكر. الحمد. الدواء منين تحصلين عليه ما سكر؟ والله أروح لأهلي لو رحت لأهلي أجيبه من هناك المنزل أشتري. الله ينتج الصحة والعافية. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، هذا مجمع طبي بالتأكيد، مجمع طبي بأطباء وبي صيدلية مثل ما شفنا. ما راح ادخل على الصيدلية واقول له بيش الاسعار وكذا وهيك شيء، احنا كنا نعرف، بس اكيد من محافظة لمحافظة الاسعار تختلف ومن منطقة لمنطقة الاسعار تختلف. بالتالي احنا رين نتعرف على هاي الشخصية اللي هو اعتقد دكتور مؤيد، واريد اشوف شلون يتعامل ويا الاخوة المراجعين. سعر الكشفية ما انتج قيد زين. ليش يريد يرشح انتخابات مجالس المحافظات؟ السلام عليكم. شلونك دكتور؟ شلون صحة؟ مرتاح ان شاء الله؟ الله يخليك. الله يحفظك. مرحبا. شلونكم عيون؟ شلون صحة؟ مرتاح ان شاء الله؟ تسمح لنا اليوم شوي ناخذ من وقتك ومن وقت المراجعين ان شاء الله، بس حقيقة احنا نريد ان نركز على فد نقاط مهمة واللي هو جينا من اجلها. اول مرة اريد تعرف نفسك للسادة المشاهدين. الدكتور مؤيد مجيد العمار، رئيس اطباء اختصاص، العنوان الوظيفي حاليا الاداري مدير قطاع محاول الرعايه الصحيه الاوليه، طبيب رئيس اطباء اختصاص امراض باطنيه وقلبيه. نشرفي تصراحه. بالتالي انت يعني عرفنا انه انت مرشح لانتخابات مجالس المحافظات ان شاء الله. شنو تسلسله؟ قائمة 143 بشريعة عراق، تسلسل 22. نتشرف إن شاء الله كل التوفيق. إن شاء الله. شكرا. وأفهم من يعني من اختصاصك إنه أنت راح تركز على المجال الطبي. ممكن أكيدة وأكيدة يعني 90% ما 85% المجال الطبي، بس أكيد أشارك بأناقش بكل المجالات الأخرى. زين شلون تقرأ الواقع الطبي اليوم عندنا بالعراق وخصوصا في بابل تحديدا في هذه المنطقة في جبلة؟ نفس الواقع. الواقع الطبي بالعراق بعد 2003 اليوم هو أصبح واقع موحد، أنه واقع مدى ينهض، مدى ينهض. المؤسسات الحكومية هي بأصلها مفتوحة للفقير، تنقصها أجهزة، تنقصها أدوية رصينة، ولهذا هي أصبحت حتى في بعض الأحيان تنقصنا الوسائل التشخيصية ايضا بعض الاحيان. مو كل مكان تلقى مثلا جهاز رنين، مو كل مكان تلقى مفراس، مو كل مكان تلقى بعض
التحاليل المتقدمه مو كل مكان تلقاها، يضطر المواطن يروح للمركز يسويها. انا بجبله ماكو؟ مو شرط جبله، جبله محاويل. نعم بس احنا بجبله لا عدنا رنين بالمستشفى، المستشفى لا زال ساعات 50 سرير بالرغم من الكثافه السكانيه للمنطقه عبرت 150 الف مواطن، بس مستشفاها لا زال 50 سرير اسمه بالتوصيف الوظيفي. المحاويل ايضا نعم مستشفى 200 سرير، بس ايضا بعض الاحيان هذا السياق المعمول به نظام الاحالات، يعني الاحاله الحله كون المستشفيات تعتبر متقدمة. أتمنى أن أقرب منطقة لأي مواطن هي تقدم له الخدمات الطبية المتكاملة اللي هي نعتبرها الأولية والثانوية، أما الخدمات الثالثة اللي هي تيرشري ميديكال انترفينشن أو سيرجيكال انترفينشن لا خلت تقدم في أي مكان له، بس على الأقل البرايمري أو السكندري سيرجيكال أو ميديكال انترفينشن أنا أفضلها أن تكون ضمن منطقة المواطن الجغرافية. مثالي أنت لو حالفك الحظ إن شاء الله صرت عضو مجلس محافظة بابل، شنو أول شيء تسوي؟ حقيقة هو النهوض بالواقع الصحي، مؤسسات الحكومية، المستشفيات اللي هي الملاذ الآمن للفقير. حقيقة اليوم الفقير يتعالج داخل بلده في مؤسسات حكومة، صباحا يروح للمستشفيات، مساء ما عنده ملاذ، يعني إلا ما نذر. فالاعتناء بالمؤسسات الحكومية، بتوفير كافة الأدوية الرصينة منها، بتوفير كافة الأجهزة المختبرية، وإن بنسبة 80% يكفي للمواطن 80% قادر الطبيب على إيصال التشخيص النهائي بال80% بدون المواطن. أعيد نفس الكلمة، الفقير مؤسسات الحكومية سواء كانت برايمري هيلث كير أو سكندري أو تيرشري هي ملاذ عامل للفقير حقيقة، لأن المتمكن يروح يشوف له مكان ثاني. زين والضمان الصحي؟ الضمان الصحي جدا ضروري وغير معمول به. موظف شنو ذنبه؟ موظف في كل دولة بالعالم الموظف مضمون صحيا، نسبة عالية مرات وتستقطع مقدارها 30%. أنا اللي شفته بكلية الإدارة والقيادة البريطانية نظام الـ NHS اللي هو National Health Service 70% على الجهة الحكومية و30% على راتبك يستقطع على شكل شيء بسيط بحيث الموظف ما يحس بي. ما عدنا احنا هذا الشيء، وهذا يشمل المتقاعد المفروض بالكامل أصلاً كل شرائح المجتمع، أصلاً نظام المتقاعد المفروض 100% يكون free of charge. 100% المفروض يكون free of charge، هذا مثل ما شفته بالNHS. ليش أسعار الأدوية بالصيدليات يعني متفاوتة أو نوعية الأدوية يعني ما أعرف من مناشئ يعني غير رصينة؟ بالضبط كثرة الأدوية المزيفة الغير خاضعة على الرقابة الصحية تدخل مو عن طريق الدولة، ولهذا تلقى الدول يجي رخيص جدا هو دواء ما مفحوص. ولهذا احنا عندنا مصطلح نظام المشتريات دوائرنا، أنا من أريد أشتري دواء تحاسبني الدولة، المدقق يقول لي أريد شهادة المنشأ سموه مفحوص. اسمع نفس الدول اللي أنا أطلبها نفس الدول موجود بالصيدليات بس ما مسموح لي أجيبه للمؤسسات الحكومة تحت فقرة مفحوص وغير مفحوص. فالأدوية كلها غير مفحوصة غير خاضعة على الرقابة الصحية. يعني هاي الأدوية الموجودة بالصيدليات ما أقول كلها، لا اللي أقصد على الغالية اللي الرخيصة، الأدوية الرخيصة تلقى أدوية أنا عجيب شنو رخصها. يجوز حاليا قبل فترة صارت نعم فد حملة جدا قوية اللي هي منعت الأدوية الغير مرخص بها واللي داخلة مو عن طريق الدولة، يعني ما مختوم عليها ختم المكتب اللي نقول عنه المكتب مسجل لدى وزارة الصحة، كل شيء مسجل لدى وزارة الصحة هذا يعتبر رسمي مفحوص. هسه حاليا لا زينة، هسه الأمور زينة لأن الأدوية انفحصت، المداخل المكاتب العلمية خضعت لهاي الأمور. أما موضوع تفاوت الأسعار هو يتبع لشركات المنشأ، شركة سويسرية فرق سعرها عن شركة الهندية حقيقة. زين دكتور عذرا المقاطعة، زين أنت ليش قررت أنه ترشح لانتخابات مجالس المحافظات وأنت عملك موجود وتداوم الصبح موظف وأيضا هنا أنا ما شاء الله عندك عيادة، بالتالي راح يعني مثل ما يقول تتعارض كل هاي الأعمال في يوم واحد وراح تتعب وربما تقصر في عملك كعضو مجلس المحافظة؟ اوكي الحمد لله، سؤال لطيف جدا. اكو لجنه من لجان مجالس المحافظات اسمها لجنه الصحه، يا ريت يكون رئيسها طبيب او ولادته من رحم الصحه،
ما يجيني من برات الصحة ما يعرف. أنا دخلت كلية الطب عام دراسي 85-86 تخرجت 92-91 مشت فيها الحياة فهمت الصحة صغيرة وكبيرة شفت الوقت يعني ذاك الوقت وهذا الوقت فلمن أعرف متطلبات الصحة بدون ما يجي أحد يقول لي ماكو داعي يجي عند واحد يقول لي اليوم الصحة خالية من الشيء الفلاني هو شيء فلان أصلا عرفاني. أما إذا كنت رئيس لجنة صحة هو مسؤول مو طبيب وما عنده فكر طبي شون يقدر تتفهم وياه مع كل احترام المسميات صعبة جدا شون يقدر يقدم في الشيء شون يعني مو إله مو مكانه مو حصته يعني هاي اللجنة مو حصة هاي اللجنة هي حصة رحم الصحة خلاص كل فاشفت نفسي أنه اللي فترة خدمت مرجان مستشفى مرجان بالجمهوري مدير بجبلة في كلها مدير قطع محاويل قلت والله بالإضافة إلى شهادتي الأخيرة الإدارة والقيادة حقيقة حبيت شغلة القيادة فقلت يا حبذا أن إنسان يتقدم ويحاول يقدم ينقل نفسه إحنا عدنا التغيير بالقيادة بالقيادة 2% إذا حصلنا 2% فهذا لا تصنف أنه تغيرت مستمرة. دكتور عذرا إذا مثلا تعرضت إلى فد موقف معين أثناء اجتماعكم في مجلس المحافظة وشعرت أنه هنالك غبن سيقع على عاتق المواطن ويتضرر من عنده بالتالي أنت ما مجبور أنه تصوت على قرار معين أو ربما المفروض تعترض فأنت شو تفضل تعترض تسكت شو تسوي؟ مستحيلة والله كل شيء يخدم المواطن اعترض لو يكلف اغلى الاثمان ماكو ثمن غالي ماكو ثمن اغلى من الحق كلمه الحق يجب ان تقال ولو الله سبحانه عز وجل خاصه بالقران واكثرهم للحق كارهون بس ان شاء الله يجب ان تقال كلمه الحق لان تعبنا من 2003 اليوم تعبنا جدا اريد نشوف اريد نرتقي اريد نمشي واقفين انا اشوف احنا واقفين خلينا نتقدم الخاطر اجيالنا الجديده بكل المجالات صحه بيئه صناعه ونتخل نتقدم كافي كل إنسان صاحب مهنة يتقدم في مجاله خل يتقدم إذا عنده فكر ترسمه هذا قدامي هذا البحث بيئة وصناعة وتجارة خل يجيب المهنة خل يجي هو نفسه صاحب الاختصاص يبدع خل يبدع أعط مجال للإبداع العراقيين مبدعين بس إن شاء الله راح نفسح لهم المجال بالإبداع إيش قد الكشفية ما تقدر والله كشفية 10,000 دينار كشفية مالتك 10,000 دينار؟ تعتبر رخيصة؟ أني؟ لا والله شوف هم هواي بس والله العظيم هاي إذا أخذتها العشرة والله العظيم بين واحد يعني لو مثلا عائلة من أربع نفرات يدخلون عليه كل واحد تأخذ من عنده 10؟ لا والله لا والثلاثة اسم الله واحد والخميس أشتغل مجاني بيور مجاني لحظة العائلة اللي تدخل تفحص يمنا يومية من عائلة ب 10,000 بس؟ اللهم أشهد بمعاينة واحدة اللهم اشهد معك ويا يوم عندك مجاني الخميس من كل اسبوع اشتغل مجاني 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 بيور واللي يريد يجي يشوف ويصور بعينه زياره تصير طبعا المراجعين الاستشاري يا بنقعد كلها وقت. سؤال اخير شويه يمكن يعني عذرا يعني جل احترامي وتقديري لك انت متفق ويا ابو الصيدليه مثلا على مثل ما بدنا نسمع انه اكو هوايه لو اكو تجفر فد براتشيته مالتك مثلا تكتب في شيء وكذا ويجي شيء حتى بس ابو الصيدليه يقراها ويعرف شفت سيارته شلون هي ما يسوى العمر بعد شفتها ما شفتها لا والله شنو زيارتك كاميرا سعرها 40 ورقه وقاعد يت ايجار ما يسوى العمر بعد ان شاء الله ما يسوى بعد ما يسوى عذرا بسؤال اخير ربما شويه هم يعني بس يعني تحملني البعض يقول الناس اللي تحاول انه توصل الى مجلس المحافظه تفكر بالراتب تفكر بالامتيازات فما اعرف انت شو تقول لهم والله هاني اقول هو ما اعرف هو جزء حق مش بس انا عن مؤيد انا راتبي خير من الله صح وضعي اولادي بكبار فات عائلتين والحال مستور الحال مستور الحمد لله بس هي مو الغاية اليوم اللي يروح مجلس محافظة يدور راتب لا لأنه مو غاية يمكن أنه وسيلة الغاية أنه أنا لما أدخل بالأخير مثل لعبة كرة القدم بالأخير أكو فوز من يفوز من ينجح يعني هذا تاريخ ما يتغير أدخل من هاي الباب
بس هي البابل الأخيرة تنتظرك مثل الدنيا، مثل نفس الدنيا. اطلع منها أبو جهة أبيض نفس الشيء، إذا طب منها بمجلس محافظة اطلع منها أبو جهة أبيض، طب منها من الدنيا ولادة تطلع منها أبو جهة أبيض. بكلمة للمواطنين تحثهم على المشاركة بالانتخابات وش توعدهم؟ لا ما نوعدهم، ما نوعدهم، بس أقول لأخوي عزيز المواطن، حدث بطاقتك أو غير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا تلوم بعدين روحك وتقول إخفاقات المسؤول اللي أنت اللي أنت وغيرك جبته، يعني أنت ما طلعت جبت الصحيح. أطلع اختيار الصحيح، عليك باختيار الصحيح، عليك بالنزيه، عليك بالأفضل. اسأل، ابحث عن الإنسان وروح انتخبه بغض النظر عن توجهاتك كذا أو الكذا. أنا أشكرك جدا، أتمنى لك التوفيق وإن شاء الله نلتقي بك في حلقات أخرى، وأنت عضو مجلس محافظة بابل، ونتابع عملكم إن شاء الله ونشاكسك بكل حب. الحلقة من برنامج أبشر، واللي سلطنا الضوء على كثير من المفاصل، وانتقلنا من منطقة إلى أخرى في بابل. أكيد راح تكون إن حلقات أخرى من هذا البرنامج وفي بابل أيضاً، نشوف شنو هموم المواطنين ونستثمرها فرصة حتى نعرف منو اللي مرشحين لانتخابات مجالس المحافظات، شنو برنامجهم الانتخابي، بيش يفكرون، شنو الطريقة اللي راح يتعاملون بيها ويا زملائهم من أعضاء المجلس. بالتالي اليوم هي مهمة كبيرة تقع على عاتق الجميع، أتمنى من كل المواطنين أنه يكون لهم دور كبير وكلمة الفصل في المشاركة بهذه الانتخابات إن شاء الله، بغية تحقيق وإنجاز وتأمين دور تشريعي ورقابي، لأن مجلس المحافظة أيضا هو مثل مجلس النواب، مجلس المحافظة إلى دور تشريعي ورقابي، رقابي تابع عمل المحافظ ونائبيه والمدراء العامين، تشريعي شرع القوانين المحافظة، وبالتالي أعضاء مجلس المحافظة وكل حسب المحافظة، يعني هسه شقد ما يكونون، بس المهم يقدمون خدمة، يكونون أصحاب اختصاص يفكرون بطريقة صحيحة، وطنيين مبدعين، يغيرون هاي النظرة اللي سادت عن أعضاء مجلس المحافظة أو عن حتى مجلس النواب. بالتالي نحن أمام منجز كبير، استحقاق انتخابي مهم، علينا أنه نكون قد مسؤوليته، وإن شاء الله إحنا مكملين وياكم في بابل، وبعدين ننتقل إلى المحافظات الأخرى، وأبشر.